الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. السلام عليكم أبنائي الأبطال، عائلتي وأنا مثل الملايين داخل وخارج مصر، ندعو لكم في صلواتنا بالتوفيق والفوز غدا الأحد 28 يوليو إن شاء الله. ولأن الذكرى تنفع المؤمنين فإني أذكركم بما يلي: ضرورة أن تعزلوا أنفسكم تماما عما يجري من تحفيل على السوشيال ميديا. البطولة الحقيقية ستكون غدا بتوفيق الله والفوز المبين على الزمالك. ضروري تعرفوا أن المنافس هينزل الملعب بكرة وليس لديه إلا حافز أوحد، وهو كيف يهزم النادي الأهلي ويعكنن عليك الفوز بالدوري. نمرة 4، اعرف أن الحافز لديكم للفوز أكبر، وهذا يتطلب منا احترام الخصم أولا، التركيز الشديد ثانيا، بذل الجهد والسعي الذي لا يعرف الكلل ولا الملل، الاتزان الانفعالي، عدم الاستجابة لاستفزازات الخصم إذا وجدت. تذكروا دايما تفوقكم الفني والمهاري أفرادا وجماعة. أنا حبيت أن أنا أبدأ بالمسج دي. المسج دي جات لي من واحد من كبار الأهلوية الحقيقة اللي متواجدين في برا مصر، في السعودية تحديدا، وهو بيمثل تقريبا 80% من اللي بيشجعوا النادي الاهلي، او 90% من اللي بيشجعوا النادي الاهلي في السعوديه. المسج دي انا حبيت ابدا بيها عشان يعرف لعيبه النادي الاهلي، او يعرف كل لعيبه النادي الاهلي قد ايه ان مباراه بكره هي مباراه هامه جدا. حسمنا الدوري، كسبنا الدوري، انتهى الاحتفال بالدوري، كل الناس دلوقتي بتفكر في شيء واحد فقط، هو كيف يفوز النادي الاهلي، او لعيبه النادي الاهلي بتفكر في شحد كيف نفوز على نادي الزمالك. اللي انا شفته اليومين ثلاثه اللي فاتوا حاجه مشرفه جدا، وحاجه انا شخصيا فخور بيها جدا جدا جدا. افراح والناس كلها مبسوطه لغايه وقت معين، لما الوقت ده جه اتمنعت الزيارات واتمنعت الافراح وكل حاجه اتمنعت، والكل بينظر الى مباراه نادي الزمالك غدا. هو ده اللي احنا بنفكر فيه. المسج اللي انا قريتها لكم دي من الحاج عبد الوهاب، الراجل ده قد ايه بيحب النادي الاهلي، والناس دي كلها اللي حواليه بيحبوا النادي الاهلي ونفسهم بكره ان هم يكسبوا نادي الزمالك، او هو المكسب طبعا الاهم، ولكن في النهايه اللي مطلوب منك كلاعب خلال مباراه بكره تعمل حاجتين. اولا، الحاجه الاولانيه ان انت تموت نفسك جوه الملعب زي اللي شفناه كده في مباراه المقاولين. خدوا بالكم، احنا كسبنا المقاولين 3، او يمكن والله ما فاكر النتيجه، بس كسبنا المقاولين 4-0 او 3-0. ولكن كل اللي انا بقوله لحضراتكم ده، او كل الكلام اللي انا بتكلم فيه مع حضراتكم ده، اهم حاجه فيه بالنسبه لي ان احنا كنا في ماتش المقاولين قاعدين مطمنين ومستريحين، قاعدين مطمنين ومستريحين كفنيين وكجمهور وككل الناس. الناس كانت قاعده شايفه لا، الاهلي واقف على رجله، الاهلي بيلعب بطريقه جيده، الاهلي هيجيب جون في اي وقت، بنضيع اجوان كالعاده يعني، لكن بتضيع، لكن بنروح للجون، وهو ده المهم وهو ده الاهم بالنسبه للناس، ان احنا نوصل للجون ونجيب اهداف بعد كده. وليد ازارو هيجيب اجوان، جاب جون وهيجيب اجوان خلال الفتره القادمه، هي كره القدم كده بالمناسبه. فاكرين فلافيو قعد قد ايه ما بيجيبش جوان؟ قعد سنه تقريبا ما بيجيبش جوان، ولكن اقتناع المدير الفني ووقفه الجمهور في ذلك الوقت ورا فلافيو خلته يبقى افضل هداف افريقي تاريخي في النادي الاهلي باحرازه 17 هدف، لغايه لما وليد ازارو جه وعدى ال 17 هدف. وبالتالي الرساله دي هي رساله تحفيزيه لحضراتكم، قد ايه الناس كلها او الملايين الاهلاويه مستنيين ماتش بكره، ومستنيين قد ايه هتعملوا المجهود اللي انتوا قادرين عليه بكره. الناس دي كلها مستنية تشوف المجهود اللي انتوا هتعملوه بكرة ان شاء الله، لان المجهود ده هو اللي هيخلي للناس حتى لو لا قدر الله لا قدر الله حصل اي حاجة ان احنا كل الناس تسقف لكم. من فضلكم مباراة مهمة، مباراة صعبة مع الغريم التقليدي نادي الزمالك اللي بيؤدي مباريات جيدة خلال الفترات الاخيرة، وكان منافس للدوري للنادي الاهلي لغاية اللحظات الاخيرة. وبالتالي كل الناس مستنية ماتش بكرة، كل الاهلوية مستنيين ماتش بكرة. الكلام ده انا بقوله للعيبه، لان جمهور كتير قوي وصاني ان انا اقوله لحضراتكم، للعيبه، لعيبه النادي الاهلي اللي النهارده قاعدين بيتفرجوا، او دايما الحقيقه بيتفرجوا على قناه النادي الاهلي. فاللي انا بقوله للاعبين، كل الناس بتنتظر منكم بذل المجهود باقصى مجهود تقدروا تبذلوه. الاداء الجيد زي ما شفنا كده في ماتش المقاولين، السهل الممتنع اللي تعمل باصتين ثلاثه وبعدين تروح للجون، باصتين ثلاثه وتروح للجون.
هي دي كرة القدم اللي احنا عارفينها، هو ده النادي الاهلي اللي احنا عارفينه، هو ده الجهاز الفني للنادي الاهلي اللي احنا عارفينه. كلنا عندنا ثقة في لاعيبة النادي الاهلي، كلنا مستنيين منهم بكرة ان شاء الله ان ينتهي الدوري بنهاية جيدة. هو الدوري بالنسبة لنا انتهى، انتهى رقميا، الدوري انتهى رقميا، ولكن الدوري لم ينتهي فعليا، بمعنى ان انت خلاص خلصت الدوري وكسبت الدوري، وده اللي مطلوب او هو ده اللي احنا كنا منتظرينه من لعيبه النادي الاهلي في ظل الظروف الصعبه اللي كل البرامج في قناه النادي الاهلي خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا كانت بتتكلم فيها. ولكن مباراه الزمالك دائما ما بتبقى مباراه مختلفه. كان لسه حد بيسالني النهارده بيقول لي انتوا يا جماعه عندكم، او يعني احد الصحفيين يعني بيسالني عن مباراه الاهلي والزمالك، وايه توقعك لهذه المباراه؟ قلت له انا دايما مباريات الاهلي والزمالك بالنسبه لي هي مباريات خارج التوقعات، بمعنى ان حتى لو الاهلي كويس او الزمالك كويس ما تعرفش مين اللي هيكسب في هذه المباريات. ولكن قام رد عليا بسؤال اغرب الحقيقه، قال لي انتوا قعدتوا 5 6 سنين بتلعبوا حوالي 16 17 قمه، الجيل اللي انا كنت اتشرف بالتواجد معاه الحقيقه، وكنا بنكسب تقريبا كل المباريات باستثناء مباراه واحده بس، اللي هي مباراه لما خدنا الدوري ومانويل جوزيه ريح 13 لاعب وهو سافر، والكابتن حسام البدري هو من تولى في ذلك الوقت الاداره الفنيه. اتغلبنا 1-0 اعتقد او 2-0 مش فاكر يعني النتيجه كانت كام، 2-0 وكانت النتيجه النادي الاهلي اتغلب. فقال لي انتوا كنتوا بتفكروا نفس التفكير ده؟ قلت له ايوه، كنا بننزل كل مباراه ان احنا عايزين نكسب نادي الزمالك وعايزين نكسب بقية مباريات الدوري وعايزين نفرح جمهورنا. حتى يعني لعبنا 16، انا واحد من الناس لعبت مثلا 12 13 قمة او اكتر شوية، كسبتهم تقريبا كلهم، يمكن الماتش ده ما لعبتوش، ومعظم اللاعبين اللي كانوا لعبوا المباريات اكتر ما لعبوش هذه المباراة، ولكن كنا دايما كل مباراة بننزل وحاطين في دماغنا ان احنا نسعد جمهورنا. وخدوا بال حضراتكم، انا لو افتكر برضو ان بعد المباراه دي لما رجعنا خدنا الكاس من نادي الزمالك في ذلك الوقت وكسبنا 4-3، اسامه حسني نجم الاهلي في ذلك الوقت ونجم الملعب الاهلي الان اللي دايما بيبقى معانا موجود في الاستوديو، اسامه حسني جاب جونين لما نزل. فبالتالي اوعوا تضيعوا تركيزكم لو للحظات قليله، الفرحه انتهت. وده اللي انا لو تفتكروا الكلام ده، شكرا يا سمير، لو تفتكروا الكلام ده انا قلته لحضراتكم، قلت لكم هنحتفل وهنتبسط وهنعمل كل حاجه، ولكن هتيجي يوم السبت هاجي لحضراتكم بشكل مختلف وبطريقه مختلفه تماما. هو ده اللي انا اتعلمته في النادي الاهلي، هو ده اللي انا بشوفه دايما في النادي الاهلي، هو ده اللي دايما متعودين عليه داخل النادي الاهلي، اللي هو ايه؟ اللي هو انت كسبت بطوله، وبطوله صعبه جدا جدا جدا، وفي ظل أجواء صعبة جدا جدا جدا، وفي ظل حروب شرسة ضدك جدا جدا جدا، وفي ظل إصابات كثيرة جدا جدا جدا، ولكن هو ده اللي اتعلمته في النادي الأهلي، أو هو ده اللي جمهور النادي الأهلي دايما عارفه، إن احنا بنوصل بناخد البطولة، شكرا البطولة بقت في الدولاب، خلينا بقى نفكر في البطولة اللي بعد كده. البطولة اللي بعد كده هي بالنسبة لنا ايه دلوقتي؟ هي مباراة نادي الزمالك. هنخلص مباراة نادي الزمالك هنفكر في مباريات الكاس، او لو هيتلعب، يعني انا مش عارف الحقيقة ايه اللي هيحصل في الكاس، لان اتحاد كرة القدم كل يوم بحال، يعني يوم يقول لك هنعمل كذا، تاني يوم يقول لك يغير اللي قاله، وبالتالي انا مش هقدر اتكلم في ايه اللي جاي غير لما نشوفه، او لما نشوف حاجة رسمي يعني. لكن عندنا البطولة الأفريقية خلاص دي اتأكدنا منها وعارفين ان هي هتبقى موجودة. فاللي انا بقوله لحضراتكم للاعيبه النادي الاهلي، كل جمهور النادي الاهلي ينتظر منكم بذل المجهود. النتيجه دي محدش يعرفها ومحدش يقدر يتكلم فيها، هو ربنا بس عارف النتيجه دي بكره كام، لكن المجهود هتطلعوا لا قدر الله، لا قدر الله اتعادلت او لا قدر الله حصل اي حاجه وبذلت المجهود اللي مطلوب منك كلاعب جوه الملعب، هتلاقي كل الاهلاويه بيسقفوا لك، ما عندناش مشكله في هذا الكلام، وبرده ده اللي احنا اتعلمناه داخل النادي الاهلي. طيب بالنسبة للجمهور، أنا عايز أوصل لحضراتكم رسالة اللاعبين.
يعني انا دلوقتي وصلت رساله الجمهور للاعبين واللي هم كانوا، وانا طلبت منهم ان هم يتفرجوا على هذه الحلقه كمان للي ما بيتفرجش او للي بينام بدري، علشان مهم جدا جدا الناس تعرف او اللاعبين يعرفوا ان حاله التركيز اللي هم فيها لم تنتهي حتى هذه اللحظه. طيب اللاعبين بيقولوا ايه للجمهور؟ على قد اللي انا كلمتهم كلهم ما عندهمش غير تفكير واحد، هو ان احنا عايزين نكسب ماتش بكره. كل اللاعبين اللي انا كلمتهم، انا كلمت مجموعه كبيره من اللاعبين، كنت بهنيهم طبعا بالمستوى وبالاداء وبالفوز بهذا الدوري الرائع بعد هذا العذاب الحقيقه اللي كنا فيه خلال 6 أو 7 شهور. عذاب ايه؟ عذاب ان كل الناس بتحاربك وكل الناس كانت واقفه، مفيش غير قناه النادي اللي كانت واقفه ضد اللي بيحصل ده كله. خدوا بال حضراتكم، خلال الفتره اللي فاتت حروب شرسه من كل الجهات ومن كل الاعلاميين، وزي ما انتم عارفين معظم الناس كانت بتخاف من ناس معينه، لكن احنا هنا في قناه النادي، مش انا، كل قناه النادي الحقيقه كانت واقفه، وقفت بنقول اللي المفروض نقوله، واذا كان هناك انتقاد للاعبين بننتقد اللاعبين، ولكن في نفس الوقت واقفين مع نادينا، واقفين مع مجلس ادارتنا، ده دورنا بالمناسبه، واقفين مع مصلحه النادي. في حاجات كتيره جدا بنبقى عارفينها لكن ما بنطلعش نتكلم فيها غير لما بتبقى بشكل رسمي، علشان هو ده الصح، هو ده اللي احنا بنتعلمه. فاللي انا بقوله لحضراتكم كجمهور بقى من اللاعبين، هيبذلوا اقصى مجهود. برضو هرجع اقول لحضراتكم كرة القدم بعد كل الكلام اللي انا بقوله ده، كرة القدم فيها 3 حاجات: مكسب وخسارة وتعادل. معرفش انا بكرة ايه اللي هيحصل، اتمنى ان النادي الاهلي يفوز بكرة ان شاء الله وباداء كويس، لكن انا معرفش، انا ده تمني بالنسبة لي وتمني بالنسبة لكل جمهور النادي الاهلي. ولكن صدقوني اللعيبة دي هتموت نفسها، على قد اللي انا سمعته واللي انا شفته من احساسي بكلامهم. يعني في واحد يقول لك ايه لما تيجي تكلم حد من اللعيبه ويقول لك يا ما احنا بس محتاجين نريح شويه، لا ما حدش قال لك نريح، قال لك عايزين نخلص اللي بعده وعايزين نخش في اللي بعد كده كمان. هو ده لعيبه، هم دول لعيبه النادي الاهلي، وهو ده الجهاز الفني للنادي الاهلي، وهو ده مدير الكوره اللي في النادي الاهلي، اللي بيعرف امتى يفرح اللعيبه وامتى يقفل عليهم. هو ده الصح. لو تاخدوا بالكم من امبارح الصبح او من اول امبارح بالليل ما تسمعش حاجه عن النادي الاهلي، راحوا كلوا في احدى المطاعم وخلاص انتهى الموضوع، كان من اول امبارح الكلام ده. بعد كده كل حاجه اتقفلت، التركيز فقط على المباراه القادمه، ولو ما تعدي ان شاء الله المباراه القادمه يوم الاحد التركيز فقط هيبقى على المباراه اللي بعد كده. هي دي كره القدم، وهو ده النادي الاهلي، وهو ده اللي اتعلمناه في النادي الاهلي، واللي امام حضراتكم في النص الثاني من الشاشه ده هو ده جمهور النادي الاهلي، هو ده اللي بيخلي لعيبه النادي الاهلي اللي موجودين في كل حته دول، او ال 23 ولا 26 اللي موجودين في المعسكر، حضراتكم مش متخيلين مموتين نفسهم ازاي علشان عايزين يلعبوا المباراه. ال 26 لاعب بالمناسبه، مش 11 بس، ال 26 لاعب مش 11 بس. ف دي رساله اللاعبين للجمهور، وانا نقلت رساله الجمهور للاعبين، دوري هنا ان انا اعمل كده بالمناسبه. وكل الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده هيتلخص بكره وهيبان بكره. وبالمناسبه يعني انا هكرر الموضوع كده كل شويه، احنا ان شاء الله موجودين بكره مع حضراتكم في مفاجآت لقناه النادي الاهلي من الساعه 5، 3 ساعات قبل المباراه هنكون موجودين مع حضراتكم، انا هكون متواجد هنا واتشرف بالتواجد مع حضراتكم هنا من خلال الاستوديو في ملعب الاهلي، وكابتن عمر ربيع ياسين هيكون متواجد في تقليد جديد هنحاول ان احنا نعمله في مختار التتش، في ملعب مختار التتش هيكون معاه نجوم كتير جدا يحللوا المباريات من خلال الاستوديو التحليلي اللي هيكون الرئيسي هنا عندنا في ملعب الاهلي. وبالتالي عاملين لحضراتكم مفاجآت كثيره جدا 3 ساعات قبل المباراه، وان شاء الله نحتفل بعد المباراه. فارجع تاني للكلام، مهمه، مباراه مهمه، مباراه صعبه، بتلعب الغريم التقليدي، عايز يعكنن عليك، عايز يكسبك، ده طبيعي جدا وده حقهم الحقيقه، عايزين يكسبوا وعايزين يعكننوا على جمهور النادي الاهلي. يقول لك احنا عموما، انا من وجهه نظري ان مفيش حاجه اسمها عكننه حتى لو ايه اللي حصل. هقول لكم ليه دلوقتي، لانه في النهايه الدوري العام انتهى، والدوري العام انتهى لصالح مين؟ مش سامع. الدوري العام انتهى لصالح مين؟ ها؟ المره رقم 41
لكل الناس اللي كانت بتتكلم ابتداء من شهر 1 يناير 2019 لغايه دلوقتي، لكل الناس اللي كانت بتتكلم، سمعتوا الناس كلها هنا في كل في طوال الايام اللي فاتت في القناه بتعدد لحضراتكم مين قال ايه ومين عمل ايه. لكن لكل الناس اللي كانت بتتكلم، هو مين اللي فاز في الاخر بالدوري؟ حد يقول لي اسمه ايه النادي اللي فاز؟ الاهلي صح؟ مش نادي اخر. لكل الناس اللي كانت بتتريق وبتتحدى وبتهجس في الكلام، النادي الاهلي هو بطل الدوري العام رقم 41 في ظل كل الصعوبات اللي اتعملت والعراقيل اللي اتحطت قدام النادي الاهلي. لكن عندك مجلس اداره محترم ومجلس اداره قوي، عارف بيعمل ايه وعارف بيفكر ازاي وعارف هيعمل ايه خلال الفتره اللي جايه. وكل شويه هكررها لحضراتكم عشان بياخدوا الكلام بيركبوا فيديوهات على فيديوهات كده وبيحطوها لكم، ما تقلقوش. كل اللي مطلوب من الجهاز الفني من صفقات على الاقل ثلاث ارباعها موجود في النادي الاهلي او ماضي في النادي الاهلي على الاقل، ما كانش اكتر. انا بتكلم على حسب معلوماتي وانا عارف ان انا ممكن، لكن انا بتكلم اللي انا عارفه. فمش عايز حضراتكم تقلقوا، مش عايز لعيبه النادي الاهلي يقلقوا، هيفضل جمهور النادي الاهلي وراكم مهما كانت الظروف ومهما كانت الاسباب. وكره القدم للمره المليون ثلاث نتائج، مكسب وتعادل وهزيمه، هي دي كره القدم، هو ده اللي اتعلمناه. احنا بنسعى لشيء واحد، ان احنا نكسب. تكسب ازاي؟ ببذل المجهود اللي انت تقدر عليه كلاعب. باك رايت مثلا بيموت نفسه في الناحيه الهجوميه ويرجع في الناحيه الدفاعيه، ستوبر في الناحيه ان هو ازاي يمسك الراس حربه وازاي في نفس الوقت ياخد كل الكور العاليه، وكل واحد في مكانه بقى. النتيجه دي بتاعت ربنا، مش بتاعتي ولا بتاعتك ولا بتاعت حد. ومهما اتعمل ومهما اتقال النتيجه معروفه عند ربنا يعني. فكل اللي انا بقوله لحضراتكم، عايزين نركز مع بعض خلال بكره ان شاء الله. اللاعبين مركزين اقصى تقدير يقدروا يركزوه، صدقوني انا بقول لحضراتكم الكلام ده، وهي رساله موجهه من معظم اللاعبين لحضراتكم. ما تقلقوش، احنا مركزين جدا، فرحنا واتبسطنا، مفيش مشكله خالص، فرحنا واتبسطنا خلال الايام الاولى اليومين اللي بعد المباراه. ولكن عندنا مدير كره محترم الحقيقه سيد عبد الحفيظ، وقف قال يا جماعه كده انتهى خلاص، عندنا ماتش يوم الاحد، ماتش هيتحط بس ايه كاحصاء، احنا خدنا الدوري ولكن الماتش ده هيتحط كاحصاء. ان مباريات الاهلي والزمالك عارفين بقى الاحصاءات اللي عليها، يعني احصاءات كتيره جدا وحاجات كتيره جدا كل الناس بتتكلم فيها، فانا مش عايز اتكلم في الاحصاءات دي لانها فروق كبيره جدا جدا الحقيقه. ولكن تظل دائما هذه المباراه لها نكهه خاصه، لها بريق خاص، هي اللي بتطلع اللاعب لسابع سماء او بتنزله. وبالمناسبه والنادي الاهلي لما بيجيب لعيب ما بيجيبوش عشان خاطر هو هيلعب ماتش واحد كويس، لا. النادي الاهلي لما بيجيب لعيب وبيدفع فيه فلوس بيبقى معمول عليه دراسه كويسه قوي 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 قوي، يدفع فيه قد ايه لمده كام سنه. عشان كده النادي الاهلي جاب حسين الشحات. وخلال الفتره اللي فاتت الخمس ست شهور اللي فاتوا كنت دايما اقول لكم، لان انا تحديدا عديت بالمرحله دي، لكن خلال الفتره اللي فاتت كنت دايما بقول لحضراتكم ايه، ان حسين عليه ضغط كبير قوي. لما الضغط ده اتشال شفتوا حسين عمل ايه؟ هو اللي عمله حسين ده لسه ما وصلش 50 60% من مستواه بالمناسبه في الماتش ده، ولكن بشاير حسين الشحات اللي انتوا شايفينه ده، القطعه والباس والاوفر والحاجات اللي كان بيعملها والهدف اللي جابه دلوقتي والهدف اللي هيجيبه لكم سمير بعد شويه، هو ده حسين الشحات. هي دي الفرحه اللي عند لعيبه النادي الاهلي. بصوا الجون ده يا جماعه، جون جميل الحقيقه، يعني واحنا قاعدين بنتفرج عليه بتبقى مبسوط ان انت عندك لعيب بهذا الشكل. فالنادي الاهلي لما بيجيب ناس او لما بيجيب لاعبين بيعمل ايه؟ بيدرس الموضوع من كل جوانبه، مش من جانب واحد فقط. في معايير معينه بيتم اختيار اللاعبين على اساسها. مش اي لاعب يلعب للاهلي وخلاص.
بتحصل طبعا بعض الامور الخاطئه، او يعني بتبقى نظرتك في اللاعب، الناس اللي بتيجي ساعات بيبقى ليهم نظره بتطلع خاطئه. انا شفت اللعيب ده كويس، بتحصل، بس بتحصل. شوفوا النسبه في النادي الاهلي قد ايه، وفي بقيه الانديه قد ايه، مش نادي واحد، بقيه الانديه بالكامل قد ايه. فهو ده اللي احنا بنتكلم فيه، وهو ده اللي انا عايز اتكلم فيه مع حضراتكم. حسين الشحات لعيب كويس قوي. حسين الشحات كان يحتاج مسانده الجمهور، وبالفعل اللي حضراتكم شفتوه او البشاير اللي شفناها من حسين الشحات في مباراه امبارح او في المباراه بتاعت المقاولين يوم الاربعاء اللي فات، هو ده بشاير حسين الشحات. السنه قدامنا طويله، السنه قدامنا فيها مباريات كثيره، ربنا يبعد عنه وعن كل اللاعبين الاصابات، ان شاء الله يلعبوا السنه بالكامل، وهتشوفوا لعيبه النادي الاهلي دي هتعمل ايه. ودايما كان عندنا، او من خلال النادي الاهلي دايما عندنا سياسه، سواء في الاداره، وتعلمناها من اداره النادي الاهلي الحقيقه. وانا قلت لكم الحلقه اللي فاتت، قلت لكم ان كان في بعض الوقت كنت دايما اروح للمسؤولين اقول لهم يا جماعه طب خلونا نرد احنا على بعض الامور اللي بتتقال غلط، احنا شايفين ان هي غلط بالمره. يقول لك يا جماعه لو سمحت، هي سياسه النادي الاهلي الرد من خلال الافعال وليس الاقوال. معظم لعيبه النادي الاهلي هي كده. حسين الشحات كده خلال الست شهور سبع شهور اللي فاتوا عمل ايه؟ تعرض لانتقادات كبيره جدا جدا جدا، ومننا في بعض الاوقات، ولكن ما ردش. ابتدى يعمل، ابتدى يتمرن، ابتدى يشيل الضغط اللي عليه ده شويه، ابتدى يعمل، يشوف الصح ايه ويعمله. فرجع حسين الشحات. لا مش حسين طبعا، لسه بدري يا حسين، لسه انا عارف حسين لما يلعب بيبقى عامل ازاي، لما يبقى في قمه مستواه كده لا احسن، يعني ممكن لوحده يشيل الجبهه اليمين دي، هو مثلا واحمد فتحي ومحمد هاني ووليد سليمان، اي حد فيهم يلعب بيموت نفسه في الحته دي، مفيش مشكله. لكن البشاير حلوه، البشاير حلوه. فاللي احنا دايما بنسمعه والكلام اللي احنا بنسمعه ما بنردش من خلال كلام، بنرد من خلال افعال. وبرضه ناس كتيره جدا، انا معلش هتكلم على اتنين تلاته لعيبه معينين لانه كان مهم جدا ان انا اتكلم مع حضراتكم عليهم. تاني لاعب بالنسبه لي، كل اللعيبه ابطال وكل اللعيبه تحملوا صعاب، يعني والله كان في لعيبه بتكلمني بيقولوا لي مش احنا، مش النادي الاهلي اللي يتقال عليه كده، مش النادي الاهلي اللي يتقال عليه كده. قلت لهم ردوا من خلال الملعب، وهم كانوا بيقولوا احنا هنرد من خلال الملعب. فواحد زي رامي ربيعه مثلا، بسم الله ما شاء الله نمسك الخشب، يعني واحد من افضل المدافعين في مصر، مش كلامي، كلام كل الناس، هيستفيد منه منتخبنا الوطني خلال الفتره اللي جايه كمان ان شاء الله، يقف بس على رجله اكتر واكتر. رجوعه وعودته حاجه جميله جدا زي ما حضراتكم شايفين، بتقفل منطقه كان من الممكن ان يحدث فيها اي امور خلال الفتره اللي جايه. لكن عوده رامي ربيعه مع ياسر ابراهيم، مع ايمن اشرف، مع ان شاء الله واحد من كباتن الفريق سعد سمير يرجع بالسلامه، الاربعه دول يعملوا لك كده تخليك قاعد مستريح، ان انت عندك اربع استوبارات او اربع سردباكات ايه تقال يعني كويسين في المكان ده. فعوده رامي ربيعه برضو اهم واحده من اهم المكاسب في هذا الدوري. فحاجات كتيره قوي الحمد لله ربنا كرمنا بيها. معسكر اسبانيا، انا سمعت البعض بيقول لك ايه ده يا جماعه بيضربوا، يعني طبعا مش من اللي بيشجعوا النادي الاهلي، بيقول لك ايه ده كانوا بيضربوا بعض في اسبانيا، في معسكر اسبانيا كانت لعيبه النادي الاهلي بيضربوا في بعض، ومستر لاسارتي مسك في سيد في كابتن سيد عبد الحفيظ ومش عارف عملوا ايه ونقعد كده نقول لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. وهنسكت هنقول ايه؟ كنا بنحاول نجيب لحضراتكم الاخبار يعني عمر ربيع ياسين وكريم احمد كانوا موجودين ليل نهار مع الفريق، وليل نهار قاعدين، وليل نهار كانت معسكر بالكامل كان على قناه النادي الاهلي. ومعلش هرجعكم ورا شويه، كنت دايما بقول لحضراتكم ايه الفتره اللي فاتت شهر 2 و3 تحديدا، يا جماعه هتسمعوا الاشاعات كتير قوي، صدقوني لما بيبقى في حاجه بنقول او بنلمح عليها هنا في قناه النادي الاهلي، او على الاقل انا في ملعب الاهلي، يعني مفيش، بنقول اللي احنا شايفينه صح. فعشان كده انا بقول لحضراتكم
الحمد لله الامور ماشيه بشكل جيد، الدنيا ماشيه بشكل جيد، عندنا مباراه صعبه جدا جدا مع المنافس التقليدي نادي الزمالك وصاحب المركز الثاني نادي الزمالك ايضا. مباراه صعبه، مباراه مهمه، هيكون حكمها حكم مجري بكره ان شاء الله، وهقول لحضراتكم اسماء طاقم التحكيم. فكل تركيزنا في المباراه، انا نقلت رساله الجمهور للاعبين من خلال الرساله اللي انا قلتها لحضراتكم، ونقلت رساله اللاعبين للجمهور. فانا اللي انا بقوله لحضراتكم ما تقلقوش، ان شاء الله ربنا يكرمنا، ومن بعد بكره بقى حتى لو ربنا كرمنا بكره ولا قدر الله حصل اي حاجه، انا شخصيا هفكر في اللي بعد كده. بنقلب الصفحه وبنفكر في اللي بعد كده. ربنا كرمنا وكسبنا هنفرح ونتبسط وكل حاجه، وهنقلب الصفحه ونفكر في اللي بعد كده. اتعادلنا هنقلب الصفحه ونفكر في اللي بعد كده. لا قدر الله هنقلب الصفحه ونفكر في اللي بعد كده. هي دي او هو ده اسلوب النادي الاهلي، وهو ده اللي احنا اتعلمناه داخل النادي الاهلي. اتمنى ان الرساله تكون وصلت، سواء يعني اتمنى ان انا اكون وصلت الرساله سواء من اللاعبين للجمهور او من الجمهور للاعبين بشكل يعني يعجب حضراتكم. خلينا نروح لبعض الأخبار الخاصة بمعسكر النادي الأهلي في الإسكندرية. الأهلي بيختتم تدريباته استعدادا لنادي الزمالك. اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة نادي الزمالك التي تقام مساء غدا على استاد الجيش ببرج العرب في ختام منافسات الدوري العام 2018-2019. طبعا زي ما حضراتكم عارفين توج النادي الأهلي، يا سلام شايفين الصورة دي يا جماعة؟ ده واحد من اهم اللاعبين اللي موجودين في النادي الاهلي، ودائما بيكون متواجد حتى لو هو مش موجود في القاهره، ولكن اول ما رجع القاهره الحقيقه راح وزار لاعبي النادي الاهلي وقعد معاهم، يعني لمؤازره لاعبي النادي الاهلي قبل مباراتهم الهامه جدا بكره ان شاء الله نادي الزمالك. النجم الكبير كابتن وائل جمعه وحرص على زياره لاعبة النادي الأهلي في المعسكر التدريبي قبل التمرينة الأخيرة قبل مباراة غدا إن شاء الله. وزي ما حضرتك وقال تاخد شوية بس ما فيش مشكلة زي ما هو برضه ولا إيه؟ يظل وائل جمعة الحقيقة واحد من أهم اللاعبين اللي موجودين في مصر وفي النادي الأهلي خلال العشرة 15 سنة الأخيرة، ودائما متواجد واحد رموز النادي الاهلي. الحقيقه انا شخصيا بعتبره واحد من الناس اللي كان لها دور كبير جدا 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 في انجازات النادي الاهلي خلال هذه الفتره او الفتره الاخيره. طيب واحنا كده طبعا نجمين كبيرين سواء الكابتن وائل جمعه او الكابتن سيد عبد الحفيظ، ومؤازره الكابتن وائل جمعه للاعيبه النادي الاهلي قبل مباراتهم الاخيره امام نادي الزمالك. برضو سيد الحقيقه يعني عامل شغل جامد جدا. سيد هيبقى ليه وضع خاص الفتره اللي جايه دي، هنعمل معاه حلقه قريبا جدا برضو، لانه اليومين اللي فاتوا دول كان فيهم شغل كتير قوي قوي، عايزين نعرف ايه اللي حصل وكيف تحمل سيد عبد الحفيظ الحقيقه خلال الفتره الاخيره. خلينا بقى نروح لزميلنا فاروق صلاح من ارض الملعب، او كان حاضر التدريب النهارده معسكر الاهلي. خلينا نشوف ايه اللي حصل في معسكر الاهلي بعد انتهاء التدريب. يا فاروق ازيك؟ تحياتي لحضرتك كابتن اسلام ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. ماذا حدث اليوم خصوصا في ظل وجود احد النجوم النجم الكبير الكابتن وائل جمعه في ومؤازرته للنادي الاهلي في قبل مباراته الهامه جدا غدا ان شاء الله؟ خليني اقول لحضرتك يا كابتن اسلام، يعني حضرتك من الجيل العاشر ولعب مع الكابتن وائل جمعه وقيمه وائل جمعه واحساسه بقيمه ومكانه النادي الاهلي. كابتن وائل كان ليه تصريح قال ما ينفعش ان انا اكون في وقت قريب وموجود واجي اساند واقف جنب النادي الاهلي، لان النادي الاهلي فضله علينا كبير وكلنا وكلنا يعني عارفين قيمه ومكانه النادي الاهلي. طبعا النهارده كان المران الفريق المران الاخير، الجميع اللاعبين والجهاز الفني تفاجئوا بوجود الكابتن سيد لانه كان موجود قبل الفريق ما يوصل لارض الملعب. يعني من الامور المهمه ان الكابتن وائل كان موجود في ارض الملعب قبل وصول لاعبي الفريق لارض الملعب. دخل الجهاز الفني والفريق تفاجئوا بالكابتن وائل جمعه.
حاله من السعاده وحاله من الثقه بتسود المعسكر الاهلاوي. كابتن وائل جمعه تبادل اطراف الحديث والذكريات مع الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن احمد فتحي والكابتن وليد سليمان. لانهم متعودين على الماتشات دي اصلا، خلي بالك يعني الطقم اللي انت بتقول عليه ده كله متعود على الماتشات دي يعني، وياما كسب الماتشات دي. يعني بعض الامور يا كابتن اسلام، الكابتن وائل جمعه في بدايه كلامه مع كان بيتكلم مع الكابتن رامي ربيعه وبيفكروا بيقول له انا لعبت مباراه الـ6-1 وبيسترجع ذكريات لقاء الـ6-1 والتفاصيل مباراه القمه. يعني كمان الكابتن وائل بعض الكلام اللي قاله ان مباراه الاهلي والزمالك بتبقى ليها قيمه جماهيريه طبعا، حتى وان انتهت البطوله بفوز النادي الاهلي وتتويجه بطلا للبطوله. الشيء الثاني اللي كان هام جدا يا كابتن اسلام اقول لحضرتك ان الكابتن الخلوق طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود والكابتن محمد حليم كانوا متواجدين في بالقرب من مقر او الملعب اللي بيؤدي عليه النادي الاهلي مرانو، وحرس الكابتن طارق العشري والكابتن محمد حليم ان هم توجهوا لملعب النادي الاهلي وهنأوا الجهاز الفني والكابتن سيد عبد الحفيظ بفوز الاهلي بدرع الدوري. والكابتن طارق العشري كان ليه تصريح قال ان احنا كرياضيين لازم ان احنا نحاول نبرز الروح الرياضيه وان احنا نهني النادي الاهلي والحفاظ على العلاقه الوطيده اللي ما بين اداره النادي الاهلي وما بين الاجهزه الفنيه في النادي الاهلي وفريق حرس الحدود. وايضا يعني كابتن طارق حاول التبادل حضرتك وانت بتتكلم كده فاروق برضو، يعني هو كابتن طارق العشري طبعا موجود في ملعب المباراه او كابتن طارق ملعب التمرين يعني في ملعب اللي اقيم عليه المران، تبادل الحديث مع المستر مارتن لاسارتي وهنأه على مشوار هذا الاهلي هذا الموسم وتتويجه بالبطوله كاول بطوله لمستر مارتن لاسارتي مع النادي الاهلي. بخصوص التمرين يا كابتن اسلام نقدر نقول حاله من التركيز الشديد من جانب لاعب النادي الاهلي، حاله من الثقه والتفاؤل ما بين اللاعبين، ارتفاع الروح المعنويه عند اللاعبين، اكتمال صفوف النادي الاهلي، عدم وجود الحمد لله اي اصابات او اي غيابات عن النادي الاهلي، كلها امور مديه امر من الثقه والتركيز للاعبين. والهدف اللي اجمع عليه اللاعبين ضروره اكمال فرحه الدوري بانتصار. ان كابتن اسلام حضرتك من جمله لعبت لقاءات قمه ولعبت الكثير من اللقاءات وعارف قيمه هذه اللقاءات بالنسبه طبعا لجماهير النادي الاهلي، قيمه جماهيريه كبيره جدا. هل في المران كان في حاجه مختلفه النهارده فاروق؟ لا المران يعني نقدر نقول جزء منه قدرنا ان احنا نتابعه، لكن الكابتن سيد عبد الحفيظ طبعا كان فارض امر من السريه حتى عليكم. ماشي مقبوله مقبوله، مفيش مشكله مقبول. ولكن الامر المميز اللي نقدر نتكلم عليه يا كابتن اسلام هو الروح المعنويه اللي عند اللاعبين، حاله الاستعداد للقاء، واللعيبه كلها على ما تام ان احنا لازم نسعد جماهير النادي الاهلي. الحاله البدنيه اللي عند اللاعبين يا كابتن اسلام امر مهم جدا، يعني عايزين احنا نحاول الامر ده نوضحه ان الحاله البدنيه اللي عليها لاعب النادي الاهلي امر مهم جدا للاعبين، والروح اللي ما بين اللاعبين. بنشوف بعض المداعبات ما بين مستر مارتن لاسارتي مع وليد ازار ومع صالح جمعه، كان في بعض الثنائيات او النصايح اللي كان يعني ما بين مستر مارتن لاسارتي ووليد ازارو. يعني اتوقع يعني اتمنى ان مستر مارتن لاسارتي بيراهن غدا ان شاء الله على وليد ازارو انه يكون واحد ان شاء الله من نجوم اللقاء امام نادي الزمالك يا كابتن اسلام. يعني طبعا مش هينفع اسالك في حاجات تكتيكيه وحاجات فنيه لانه مش احنا اللي هو بص يا كابتن اسلام هو في حاجات تكتيكيه. طبعا من الواضح ان هناك يعني حاجه تاكتكس حصل خلال مباراه اليوم، لكن او يعني انا اسف خلال تمرين اليوم كلنا بنركز في مباراه بكره وبنفكر في مباراه بالظبط كده بالامس. طيب من امس باليوم كان في بعض الامور طبعا التكتيكيه وفي بعض اللي نقدر في بعض المفاجات ان شاء الله هنتمنى بس في بعض المفاجات ان شاء الله في بعض المفاجات مره ثانيه باذن الله. طيب ماشي، خلينا ننتظر بكره ماذا ستكون المفاجآت بكره ان شاء الله باذن الله يا كابتن اسلام. ونتمنى نتمنى المباراه ان شاء الله تخرج في اطار من الروح الرياضيه، وان شاء الله طبعا كلنا نتمنى التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي وكلنا نحتفل بالانتصار. انا بشكرك جدا يا فاروق على كل هذه المعلومات، وجود الكابتن وائل جمعه ووجود الكابتن طارق العشري. كابتن وائل جمعه احد يعني اكثر النجوم لعبا للنادي الاهلي خلال الفتره الاخيره، وبالتالي
شيء مهم جدا وشيء مؤثر جدا للعيبه النادي الاهلي. طيب قبل بس ما خلينا اقول لحضراتكم بعض الاخبار سريعا جدا. عمار حمدي بينتظم في تدريبات وتدريبات منفرده لنيدفيد ومحمد محمود. اكرامي راح من التدريبات التاهيليه. بكره ان شاء الله هيكون المجري فرانس كاراكو حكما للقمه، واداره تم اسناد هذه المباراه لطاقم تحكيم مجري على راسه فرانس كاراكو. ايضا عايز اقول لحضراتكم اهم المعلومات عن هذا الحكم. طاقم التحكيم الاول من فرانس كاراكو حكما للساحه، ويعاونه كل من شتيفيان اولبرت وبولاش بوزاش اثنين مساعدين، وادم فوركش حكما رابعا. وكانت لجنه الحكام خاطبت 8 دول واتحادات اوروبيه لارسال حكام اجانب للقمه، الا انها اعتذرت لبدء الحكام بها في معسكرات اعداد الموسم الجديد. فرانس كاراكو صاحب 36 سنة توج بالشارة الدولية في يناير 2016، أدار 19 مباراة في الموسم الماضي، أشهر البطاقة الصفراء 104 مرة والحمراء 9 مرات. لم يدر أي مباراة في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي، واكتفى بالتواجد في المباريات التأهيلية لكلتا المسابقتين. أدار كاراكو مباراة في تصفيات التأهل للدوري الأوروبي بين فريق من اسكتلندا وآخر من ويلز قبل 9 أيام، أشهر خلالها 6 بطاقات صفراء وبطاقتين حمراوين. اتحاد كرة القدم بالمناسبة بيلغي خاصية الحكم الإضافي في مباراة القمة. 26 لاعبا في قائمة النادي الأهلي استعدادا للمباراة، حضراتكم عارفينهم بالكامل: الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير واحمد طارق وعلي معلول وايمن اشرف ومحمد هاني واحمد فتحي وياسر ابراهيم ومحمد نجيب وباسم علي ورامي ربيع. اما خط الوسط: عمرو السوليه وعاشور وحمدي فتحي وهشام محمد وليد سليمان رمضان صبحي جيرالدو حسين الشحات صالح جمعه ناصر ماهر احمد الشيخ ومروان محسن ووليد ازارو وجونيور اجاييل. 20 لاعبا ايضا في قائمه نادي الزمالك للقاء القمه: عماد السيد وعمر صلاح، حمدي النقاز وعبد الله جمعه ومحمود علاء والونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام. طارق حامد وساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ومحمد ابراهيم واحمد مدبولي واحمد سيد زيزو وابراهيم حسن وايمن حفني ومحمد عنتر. في خط الهجوم: حميد احداد وعمر السعيد. قبل بس ما اطلع فاصل واستقبل ضيوفنا، ودي حاجه خاصه بالدوري. انا هكلمكم على الدوري وهعملها النهارده قبل مباراه بكره الحقيقه. لو تفتكروا في شهر 2 اللي فات كانت التريقة ابتدت. وزي ما قلت لحضراتكم احنا عندنا هنا سياسة ان احنا ما بنردش على حد. يعني ما بنردش غير من بأفعال وليس أقوال. والسياسة دي هي سياسة النادي الأهلي اللي احنا دايما بناخدها. وبالتالي أنا في الوقت ده تحديدا قلت لحضراتكم كلمتين. حلقة سابقة كانت بتاريخ 3/2/2019، 3 فبراير 2019. خلينا بس نطلع، هي اقل من دقيقه، خلينا نطلع نشوف انا قلت لكم ايه قلت لحضراتكم ايه في الحلقه دي، وارجع افكر حضراتكم بحاجات تانية. يوم الجمعه يخلص مباراه حرس الحدود ويسافر على تنزانيا يلعب مباراه امام سيمبا التنزاني مره اخرى يوم 12، وكلها مباريات كؤوس وكلها مباريات ما فيهاش هزار. 3 نقاط سواء في الدوري او في البطوله الافريقيه. لو النادي الاهلي فاز في انبي وفاز في حرس الحدود ان شاء الله ده يحصل، وفاز في سيمبا اعتقد ان الركع هتبتدي تخبط تاني زي ما حصل النهارده. الركب بتبتدي تخبط وزي ما حضراتكم شايفين واحده واحده. اللي بيحصل ده زي ما حضراتكم شايفين ده خوف. ده خوف. الناس ابتدت تقول ايه؟ هو الاهلي جاي؟ هو الاهلي كسب سيمبا 5؟ هو الاهلي كسب وادي دجله؟ هو الاهلي كسب المقاصه 3؟ ده انا كده ممكن حاجه تحصل بقى. وزي ما انا قلت لكم من كام يوم: من يضحك اخيرا يضحك كثيرا. من يضحك اخيرا يضحك كثيرا. وطبعا في كلام كتير بيتقال، انا الحقيقه ما بردش على الكلام اللي هو ما هو الا مجرد فقاعات بس بتتقال كده علشان ايه الناس بتفرش لنفسها عشان تبتدي اما تيجي تطلع الفتره اللي جايه تلاقي حد يتفرج عليها.
فانا ما بردش على الناس دي الحقيقه، وما بتكلمش على الناس دي، لانه زي ما قلت لحضراتكم احنا في قناه النادي الاهلي، احنا ما بنشوفش الحاجات دي، ما بنشوفش الصغائر، الحاجات دي بتبقى بعيده عننا خالص. ما بنحبش حتى لما حد بيبعت لنا ولا حد بيقول لنا ولا هشام ولا عاطف ولا اي حد من الشباب اللي معانا يتكلم معايا، اقول له يا جماعه كبروا دماغكم، معلش احنا هنا في قناه النادي الاهلي، قناه النادي الاهلي، معلش من اسلام لاسلام. من يضحك اخيرا يضحك كثيرا، واحنا اللي بنضحك من يوم الاربعاء قاعدين بنضحك، وبنضحك كتير، وهنضحك براحتنا، قدامنا سنه بحالها هنضحك فيها. الكلام ده انا كنت قايله لحضراتكم يوم 3/2، وبالمناسبه هي ليست ابتسامه سخريه، هي ابتسامه النصر، وهو ده الفارق ما بين النادي الاهلي واي حد تاني. الاهلي ابتسامته ابتسامه نصر، تواضع، ما عندناش مشكله مع حد، ما عندناش، بنفرح مع جمهورنا، بنتبسط مع جمهورنا، بنركز مع جمهورنا، كل حاجة من خلال جمهورنا. فمن يضحك أخيرا هو اللي دايما بيضحك كتير، وإحنا هنفضل نضحك لغاية لما نشوف السنة الجاية هنعمل إيه. مجلس، عندنا مجلس إدارة بيعمل إن هو خلال، مش السنة الجاية، خلال الخمس ست سنين اللي جاية يكون عندك فريق يستطيع أن يحصل على الدوري العام والكاس وبطولة أفريقيا وكل البطولات اللي بيشارك فيها، بيعمل على كده. لكن تحصل او ما تحصلش دي حاجه بتاعت ربنا مش بتاعتنا، بيبذل اقصى مجهود لكده. فالحمد لله بنضحك ابتسامه النصر وليست ابتسامه السخريه، وده مهم جدا ان حضراتكم بتضحكوا معانا نفس الابتسامه، ابتسامه النصر وليس ابتسامه السخريه من احد. هو ده الفرق، او ده الفارق ما بين النادي الاهلي، وصدقوني ما بين النادي الاهلي واي نادي اخر. خلينا نطلع نشوف تقرير عن فوز النادي الاهلي بالدوري، وهنرجع بقى نستقبل اثنين من نجومنا الكبار، النجم الكبير الكابتن فتحي نصير والنجم الكبير الكابتن ماهر همام، هنتكلم معاهم عن فوز النادي الاهلي بالدوري وعن مباراه غدا ان شاء الله اخر مباريات الدوري العام 2018-2019، نادي الاهلي ضد نادي الزمالك. هنطلع نشوف هذا التقرير عن فوز النادي الاهلي، ونرجع نكمل بقى مع حضراتكم بقيه حلقاتنا، ونستقبل اثنين من النجوم الكبار، كابتن فتحي نصير وكابتن ماهر همام. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفنا الكبار، النجوم الكبار الحقيقه اللي سنه بالكامل الحقيقه كانوا موجودين دائما معانا، النجم الكبير الكابتن فتحي نصير. ازيك كابتن فتحي؟ يا كابتن اسلام حضرتك ايه؟ الله يسلمك. كنت هقدم كابتن ماهر ومع بعض، لكن طبعا كابتن فتحي، وبعد كده كابتني نقدم كابتن النجم الكبير الكابتن ماهر همام. ربنا يخليك. ازيك كابتن؟ الحمد لله على السلامه. مبارك ايه؟ والف مبروك. الف مبروك عليكم، لان كان لكم دور مهم جدا خلال الفترات اللي فاتت الحقيقه، يعني انا كنت اتشرف بالتواجد مع حضراتكم ابتداء من شهر واحد لغايه دلوقتي. حضراتكم عملتوا تقريبا معظم المباريات، حضرتك وكابتن ماهر وكابتن عادل طعيمه وكابتن ابراهيم عبد الصمد وبقيه المحللين اللي دائما الحقيقه، او النجوم الكبار اللي دائما بيبهرونا الحقيقه دايما بتحليلاتهم الفنيه وكل الكلام اللي حضراتكم بتقولوه خلال الست سبع شهور اللي فاتوا هو اللي بيتحقق دلوقتي. فالف مبروك عليكم، كسبنا الدوري 41، حاجه كانت مهمه جدا بالنسبه لنا كاهلاويه وبالنسبه لحضراتكم، وتقريبا كل الكلام اللي كنا بنقوله خلال الست سبع شهور اللي فاتوا يا كابتن فتحي الحمد لله ربنا كرم، ودايما تحليلاتكم كانت صائبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. زي انت ما تفضلت وقلت في الانترو، الرساله اللي انت قلتها من فبراير وكان تعبير وكانت معبره، وزي ما تقول الاقوال اللي احنا بنقولها، لا احنا بنقولها افعال. مظبوط. والعبره بالخواتيم، العبره بالخواتيم، الخواتيم ان الحمد لله النادي الاهلي نجح في انه يفوز، او ما نقولش يفوز، يحافظ على البطوله، لان البطوله عنده. صح، انا تعبير رائع. يحافظ على البطوله. النادي الاهلي حافظ على بطولته، النادي الاهلي ما كسبش الدوري، النادي الاهلي حافظ على الدوري، لان الدوري عندك. لو هو مش عندك تقول انا كسبته. مزبوط. فهو دلوقتي الدوري عندك. لكن خليني اقول لك حاجه يا كابتن اسلام، كابتن ماهر، يمكن من ايام الكابتن ماهر ما كان بيلعب ولا من السنين اللي فاتت دلوقتي، لم ارى طوال مسيرتي الكرويه
في خلال 40-45 سنة بلدك الصحة دوري مثل هذا الدوري. أنا بقولش مجاملة. من أي ناحية يا كابتن؟ من ناحية إيه؟ عشان الناس بس اللي عايز يفهم يعني. من ناحية إحنا دلوقتي دوري الأربع مواسم. الأربع فصول. دوري أربع فصول، صيف وشتاء وخريف وربيع كله في دوري واحد. وصيف تاني. دوري الثلاث فترات إعداد. دوري قمم الهرم الهرم له قمة، إحنا هنا له كذا قمة. قمة في الأول إنك تنهي الدوري قبل بطولة إفريقيا. ثم قمة إنك أنت تكسب بطولة الدوري عشان تعمل فترة إعداد تانية. فيش دوري بيتعمل فيه ثلاث فترات إعداد. على كم يوم يا كابتن؟ 362 يوم. سنة. ما أنا بقول عليك يعني بالظبط يعني تحديدا. لو مش هنقول حتى ميلادية هنقول سنة هجرية هتبقى هي سنة. هي سنة. فإذا سنة ضوئية. خديها كده عشان نحن نقول. الحقيقة بقولك طوال هذه الفترة لم أرى مش في مصر في العالم الاتحاد الدولي في 208 دولة في العالم لم أرى دوري بهذا الشكل، لا بالإخراج ولا بترتيب المباريات ولا بترتيب الفرق ولا بكده، ورغم هذه الصعوب ولا تأجيل المؤجل ولا تأجيلات تأجيلات وبطولات وأجل وأعمل. وإحنا كنا بنتكلم دلوقتي لسه أنا والكابتن ماهر الدوري هينتهي إن شاء الله بإذن الله الدوري بكرة. مش إحنا الدوري عن يعني الدرع في النادي الأهلي من السنة اللي فاتت ومن اللي قبلها ومن اللي قبلها، يعني مش لسه هناخد الدرع. الناس دول هناخد درع، ما هو الدرع عن درع يعني مفيش مشكلة. لكن أنا بقول هتعمل فترة إعداد، إذا كان عندك أنت يوم 10 أهو المباراة يبقى هتعمل فترة إعداد تانية. عشان كده لما بقول وزي ما أنت بتقول بنؤكد على كلامك، الأقوال اللي إحنا بنقولها والأفعال اللي إحنا شايفينها هي اللي بتحكم على كلامنا، إن إحنا الكلام كلام علمي مش كلام في المطلق. لما بقول أول مرة أشوف دوري فيه أربع فصول، أول دوري أشوف فيه أكتر من فترة إعداد، فترة إعداد هي بتتعمل مرة واحدة في بداية الموسم خلاص وبين الدورين ثم نهاية الدوري. أول مرة أشوف إن الدوريات وللأسف هذه صناعة مصرية يا كابتن إسلام، يعني ال- 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 الشكل ده إحنا اللي عاملينه، هو مش مفروض علينا. في اصلا فكر، لكن ممكن بالعقل وبالعلم وبالحل كان ممكن الاخراج يطلع احسن من كده وما مبهدلش لعبتنا. الاخراج التلفزيوني، اخراج الدوري، اخراج الدوري. وانا بشفق على الدوري القادم اللي النادي الاهلي بيحافظ عليه. الدرع اللي عند النادي الاهلي دلوقتي الاخطر ما كانش ده، الاخطر ما هو قادم. عشان كده كان النادي الاهلي دائما يا كابتن ما يطالب بايه؟ ان الدوري ينتهي قبل بطوله كاس الامم الافريقيه، واللي يكسب يكسب واللي يخسر ما عندناش اي مشكله في الكلام ده. ياما عندنا حاجات كنا نفسنا نحضر للموسم الجديد بشكل افضل، على الرغم من ان سبحان الله شكل المعسكر بتاع اسبانيا والظهور بهذا الشكل واللي احنا شفناه الحقيقه على الاقل كبدايه جيد. هي جيده، بس في نقطه برضه يا كابتن اسلام، انا شفت الدوري لما اتاجل اضر طبعا بفرق اللي هي طلبت التاجيل مش النادي الاهلي. كابتن خلاص احنا قلنا اللي عندنا ماشي. لا يعني احنا قلنا اللي عندنا وقلنا يا جماعه النادي الاهلي كان بيفكر صح. طبعا النادي الاهلي كان بيفكر صح، ودي رساله لاتحاد الكره يا جماعه، عين العقل والمنطق، خلي المنطق والعقل هو يشتغل، خلي العلم، خلي الخبره هي اللي تتحكم وليست الاهواء والصوت العالي. ألف مبروك يا كابتن ماهر، الدوري رقم 41 وأعتقد إن ده شيء مميز جدا بالنسبة لحضرتك. حضرتك خدت كام دوري أساسا؟ أنا يعني الفترة اللي لعبت فيها مع النادي الأهلي خدت 9 دوري ويمكن بس أربعة كاس كده، بقوا 10 أهو. بقوا 10 لأن حضرتك واحد من الأساسيين اللي يعني دايما موجود في الـ لا، وغير كده كمان إسلام يعني تأكيدا لكلام الكابتن فتحي، الأهلي جبار. يعني الدوري ده بيأكد إن النادي الأهلي ده جبار. يعني فعلا دوري في منتهى الصعوبه، دوري ال 41 ده يدرس. يعني بيأكد بالك مش صعوبه فنيه كده، لا 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 لا، ده بيأكد اللي بيحصل، بيأكد انجاز النادي الاهلي اداريا وفنيا. يعني بيوريك ان فعلا النادي الاهلي ده حاجه تدرس زي ما بيقولوا، مؤسسه رياضيه على اعلى مستوى. يعني هي الفاكهه بتاعت الكره المصريه للشعب المصري.
الاداره الناجحه بقياده الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته والرؤيه الاداريه في كل الصعوبات اللي كان بيتكلم عليها الكابتن فتحي من بدايه الموسم من ناحيه تاجيلات واصابات وبطولات ومع هذا لكن النادي الاهلي عارف طريقه عارف سكته. مجلس الاداره من بدايه الدور الثاني يا كابتن فتحي يا كابتن اسلام حصلت نقله اداريه ونقله فنيه بالحس بقى اللي موجود عليه مجلس ادارته الحس الاداري والحس الفني والحس المهاري الكروي الخطيب والكروي الكروي بصراحه يعني مرحله انتقاليه محتاجين دعم بين الدورين المرحله الشتويه ان احنا يبقى عندنا نقله من عناصر من اللعيبه مميزه ست لعيبه على اعلى مستوى دخلوا للفريق يا كابتن فتحي وعملوا اضافه بشكل جيد. الاضافه دي وضحت اهي في نهايه الموسم النتائج بدات تتحسن بشكل كبير جدا والنادي الاهلي بدا يتنقل بشكل احترافي لحد ما وصلنا للهدف اللي احنا بنسعى ليه. يعني الناس كانت قلقانه ان الاهلي في المركز 18 وبعدين النادي الاهلي في المركز 16 وعن النادي الاهلي في المركز ال 14 الناس كانت قلقانه عن النادي الاهلي لكن النادي الاهلي عارف مشواره فين عارف رايح فين. فانا عايز اقول ان دوري جبار عايز اقول بحي اداره مجلس اداره النادي الاهلي على الحس الاداري الاحترافي الجميل بحي الاجهزه الفنيه كابتن فتحي مستر لاسارتي اللي صبر على الفريق وصبر على الهجوم اللي كان عليه بشكل كبير جدا من الناحيه الفنيه بحي كابتن سيد عبد الحفيظ اللي نضج بشكل كبير جدا من الناحيه الاداريه طبعا. يعني سيد تحمل مشوار صعب جدا وكلام اتقال بشكل كبير جدا على النادي الاهلي مش هياخد الدوري النادي الاهلي مش وكان بيطلع يرد وبيقول الكلام في نهايه الموسم. عايز اقول لك يا اسلام ان احنا انا وكابتن فتحي عشنا اجواء كثيره جدا مع النادي الاهلي طبعا بس ما كانتش بالصعوبه دي صح. يعني عشان كده انا بقول لحضراتكم من المشاركين في الفوز بصراحه يعني بياكد ان النادي الاهلي جبار وان النادي الاهلي ده فعلا مؤسسه لازم تدرس اداريا وفنيا ولازم الناس تتعلم منها بشكل كبير مش محليا بس. انا شايف النادي الاهلي سبق المحليه وسبق العربيه وسبق الافريقيه وفعلا وصل للعالميه. فانا شايف ان 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 المرحله اللي جايه ان شاء الله مش هنمر يا كابتن فتحي بالحوارات دي الموسم الجاي ان شاء الله استحاله ان احنا نمر مره تانية بهذا الشكل. ده بيفكرني سوره كابتن اتفضل يا كابتن بيفكرني بموسم كابتن مركب بيلعب موسم 79 79 النادي الاهلي فاز بالدوري بدون هزيمه جميع مباريات الدوري النادي الاهلي لم يخسر. الدور الاول بالكامل الشبكه عذراء جميع المباريات شبكه عذراء كسبنا الدوري قبل نهايه الدوري بسبع مباريات. الكلام ده في موسم 78 وبقارن الموسم ده وكنت بقول يا ده الموسم ده احلى موسم الواحد مر بيه. بقارنه بقى دلوقتي كان مستر دوكوتي الحقيقه اللي كان موجود وكنت انا موجود معاه في النادي طبعا كابتن ماهر وكان بيبو مصطفى يونس جيل السبعينات جيل هذا الجيل اللي هو يعني مش ممكن. وكان طاهر الشيخ وشطه والمجموعه دي كلها تخيل بقى بتكسب دوري وما خسرتش مباراه ويوم ما تتعادل بتبقى حزين لانك انت حزين ان انت حاسس بان انت يعني الخساره دي او التعادل ده بيمثل لك حاجه يعني لا تطاق. فانا كنت بقول هذا الدوري الدوري ده مثل لي فيه برضه احنا في هذا الدوري اللي احنا فيه بالنسبه لك يعني كان دوري 79 ده هو الاصعب لا الاجمل او الاجمل يعني أوكي. اللي زيه برضه في 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 في, في الضوضاء هذا الدوري بس الدوري ده بقى فيه ميزه لو نلاحظها كده ونستوعبها في خلال ال 34 مباراه بما فيهم المباراه القادمه يعني نقول 33 مباراه الدوري اثبت او النادي الاهلي اثبت ان الدقيقه 90 بتاعته دي حاجه برضو تدرس. هتدرس ليه؟
دي جابت لنا 14 نقطة. الدقيقة 90 جابت لنا 14 نقطة. ثلاث مباريات فوز الدقيقة 90، خمس مباريات تعادل في الدقيقة مثلا 94 و93 وكده. إذا النادي الأهلي مش إن هو بيصمد لنهاية الدوري، بيصمد لنهاية كل مباراة حتى وقتها النهاية، وده الفارق بينه وبين باقي الأندية. وخد بالك كابتن فتحي، أنت دايما تقول إيه؟ روح النادي الأهلي، روح فانيلة النادي الأهلي. كابتن فتحي الفترة دي لو نرجع بالزمن شوية، لو تفتكر وأنت حضرتك موجود معانا، إن إحنا كنا بنكسب برضك في الدقيقة 90 أيوة. 90 و92 يعني جيل بيورث جيل. يعني هي الدقيقة 90 دي خلاص مكتوبة للنادي الأهلي، درجة ان جمهور النادي الاهلي قال انا هحضر اخر ثلث ساعه، يعني بعض الجماهير كانت تقول ايوه والله العظيم بس انا هتفرج على اخر ثلث ساعه، انا هاجي اخر ثلث ساعه نص ساعه ثلث ساعه وخلاص عشان النادي الاهلي نجيب جوال في الفتره دي. فاذا انا بقول يعني بنقول حتى للساده المشاهدين ان الدقيقه 90 جابت 14 نقطه، مش معنى كده هديه، لا ده دلال على تصميم وروح واداء لاعبي النادي الاهلي على مدار الاجيال. وجابتهم ازاي؟ بخمس تعادلات، احنا السنه دي تعادلنا بخمس تعادلات وفي ثلاث ماتشات احنا كسبناهم برضو كانت في الدقيقه 90. واذا ال 14 نقطه دول بيدلوا روح الفانيلا الحمراء، ان الاداء في النادي الاهلي ان مهما كان اللعيب جه واللعيب ده مش متربي في النادي الاهلي، لكن اول ما بيعيش في النادي الاهلي بيبهتوا عليه اللعيبه بالصح مش بيبهتوا على الغلط. انت لما بتغسل حاجه بيضة في وسط الأزرق بتلاقي بقى كلها متلخبطة، هنا تبهت عليهم الروح، يعني بتدمج عليهم الروح، بتدمج عليهم الالتزام، حب النادي. أول ما بتحط رجلك جوه النادي الأهلي بتشعر بروح تانية خالص جواك، طاقة جوه عاوزة تنفجر. فالانفجار ده بيجي في النهايات دايما، وزي ما قلت العبرة بالخواتيم. اقول لك مبروك يا كابتن اسلام على موسم طويل، وكان موسم طويل ليك انت كمان الحقيقه، انت تحملت كتير، تحملت سواء من الميديا الخارجيه او تحملت في خلال الاستوديوهات اللي احنا كده، يمكن احنا كنا بنتبادل انا وكل الزملاء كنا بنتبادل، شرف لي ان انا اكون معاك، لكن انت الحقيقه كنت واجهه مشرفه، واجهه مشرفه لنا بفكرك. اداره القناه نفسها كانت مدياك الحريه اللي ثقتها في الله وفيك، ولولا ان انت هنا وانت ابن من ابناء الاهلي البارين، فاحنا كلنا فرحانين، كل العاملين، كل الكاست هنا كله فرحان. ليه؟ لان احنا مش جايين نشتغل، احنا جايين يعني حاجه بيتك، انت قاعد جوه بيتك. هو انت لما تعمل حاجه بيتك بتشتغل فيه؟ ما بتشتغلش فيه، انت بيتك يعني بتوضب حاجه ولا بتعمل حاجه يقول لك اصل انا لا انت مش بتشتغل، انت قاعد في بيتك، فانت جزء من هذا الكيان وجزء من هذا المكسب، وبتنقل الصورة والحقيقة للمشاهدين لأن هم مش شايفين اللي انت شايفه ولا سامعين اللي انت سمعته. فبرضو أنا يعني بهنيك وبنهني أنفسنا، وكابتن ماري احنا كمان ياما فرحنا كتير بالبطولات بس مش زي هذه البطولة دي. بما اننا بنتكلم عن الدقيقة 90 وملوك الدقيقة 90، الحقيقة يظل دايما النادي الأهلي ملك في هذه المنطقة، في كل المناطق يعني، ولكن في المنطقة دي تحديدا. كابتن ماهر، عايزين نتكلم عن أهمية المباراة بكرة، لأنه الحقيقة أنا جالي أكيد جيل حضرتك وجيل الكابتن فتحي، كل الناس اللي بتشوف حضراتكم بتوصيكوا بإيه وبتقول لكم إيه، وأهمية مباراة بكرة إيه؟ هو مباراة الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية، طول عمر المباراة ديت بتبقى بطولة خاصة للفرقتين، ملاش دعوة بمين خد دوري مين خد كاس، المهم إن المباراة دي بتبقى ليها طابع خاص للفرقتين. وانا كنت واحد من ضمن الناس اللي بيحب المباريات دي، يعني طول عمري كنت بجيد بشكل كبير جدا في مباراه الاهلي والزمالك، لان انت برضك بتلعب في وسط جماهير، بتلعب قدام المنافس التقليدي ليك، بتلعب ضد نجوم كبار، يعني عايزين نذكر طبعا كابتن علي خليل، كابتن طه بصري، كابتن حسن شحاته، كابتن فاروق جعفر، فانت بتبقى مستمتع. انا اصغر منهم سنا لكن بتبقى مستمتع، كابتن طه بصري الله يرحمه، فانت مستمتع انك انت بتلعب ضد نجوم كبار بهذا الشكل، وتملي المباراه ديت بتظهر بقى معادن الفرقتين يعني. ويمكن المباراه دي كمان يمكن بيبقى بيتولد فيها بعض النجوم اللي ممكن ما نحسش بيها، فكلها فوائد بشكل كبير جدا يعني. انا بالنسبه لي كنت المباراه دي بيبقى فيها تركيز بشكل كبير جدا، ايوه
كل الاهداف اللي احنا بنسعى عليها والدوافع انك انت تكسب المباراه مهما كنت كسبان دوري او كسبان كاس، لكن المباراه دي بيبقى ليها طابع خاص وليها شكل واداء خصوصا من النادي الاهلي. يعني حتى في نادي الزمالك عارفين النادي الاهلي طول عمره عنده جماعيه في اللعب، يعني عنده لعبة مميزين وعنده عناصر مميزه، لكن جماعيه النادي الاهلي تملي بنتفوق فيها على فرديه نادي الزمالك. يعني الاسماء اللي انا قلتها لنجوم نادي الزمالك نجوم كبار جدا لكن عندهم فرديه في اللعب، عكس النادي الاهلي بنجومه الكبار لكن في جماعيه في اللعب، وهو ده اللي بيميز النادي الاهلي طول عمره عن نادي الزمالك. فعايز اقول لك ان دي مباراه خاصه، الفرقتين لسه كنت بتكلم مع كابتن فتحي فنيا شبه بعض، يعني بالنسبه للخطوط الثلاثه يمكن باستثناء حراسه المرمى احنا بنتفوق فيها بالنسبه للشناوي، اكثر خبره اكثر جديه في اللقاءات اذا كانت الدوليه او اللقاءات المحليه، يمكن خط الظهر قريب من بعض بشكل كبير جدا للفرقتين، نص الملعب برضك قريب في الشكل وفي الاداء. تمام، عشان بس بناخد من حضرتك من نص الملعب ونروح لكابتن فتحي، نص ملعب النادي الاهلي ونص ملعب نادي الزمالك واهميه هذه المباراه ايضا بالنسبه للفريقين. شو كابتن اسلام، احنا يعني لو حسبناها افراد هنقول مثلا ان نص ملعب النادي الاهلي اتقل كافراد، بس انا بقول هذه المباراه النجومية مهارة اللعيبة هي اللي هتفرق، لكن جماعية النادي الأهلي اللي هو هيلعب بيها بكرة أو اللي هو لعب بيها ماتش المقاولين أو اللي هو متعود يلعب عليها هي اللي هتديله الأفضلية وهي اللي هتديله التفوق. هذه المهارات هتدوب في وسط المنظومة المجموعة كلها. بص، لكن في مهارات، ما هو مفيش خطة بدون مهارة، مفيش خطة بدون لياقة. فإذا طالما أنت عندك هذه الروح ومفيش، لو عندك اللياقة وعندك الخطة وعندك المهارة وعندك كل حاجة وما عندكش الروح برضو مفيش فايدة. أنا بشوف روح النادي الأهلي مع مهارات لعبة النادي الأهلي مع جماعية النادي الأهلي ككل، بقى مش هاخدها الحاجات الشخصية أو هفصصها حتة حتة. لو واحد واحد وبنعمل الكلام ده هيبقى كله كلام ان احنا بنعمله في الورق لكن مش عارفين بكره هيحصل ايه. لكن اللي احنا عارفينه انه هيحصل ان في روح موجوده، موجوده، في مهارات عند اللعيبه، في دوافع ان انت تكسب. يعني زي ما كابتن ماهر بيقول لك الاهلي والزمالك هذه بطوله لوحدها مالهاش دخل بالدوري، لان الدوري خلاص الدرع في الجزيره. احنا بنتكلم دلوقتي في هذه البطوله، حتى في الناشئين، حتى في الشباب، فرق الناشئين والشباب برضو متولدين ومعروفين من صغرهم، وانتوا لما كنتوا بتلعبوا وانتوا صغارين كان برضو الاهلي والزمالك له قيمه عنده، ان انا عايز اكسب النادي الزمالك. الحاجات دي كلها كابتن اسلام بتتوارث وبتتوالد. وانا اتذكر مباراه من ضمن المباريات نفس الموقف اللي احنا فيه ده دلوقتي، كان المجموعة برضو اللي كان فيها بعد الحرب، كان مجموعة فيها الخطيب ومصطفى يونس وإكرامي وكان كابتن ماهر برضو، المجموعة دي كلها كانوا موجودين، كسبنا الدوري. تمام، فالكابتن صالح بيقول لي الله يرحمه كان هو مدير الكرة، أنا عايز مصطفى يونس وعايز إكرامي وعايز الخطيب عشان هنلعب مع الفريق، لو الفريق الاول كان بيلم عشان المجهود الحربي في الوقت ده في السبعينات. فقلت له يا كابتن خلاص انت كمدير كوره لك حق تاخد هؤلاء اللاعبين، بس انت هتحرمني ان انا هلعب مع الزمالك يوم الاثنين، الكلام ده كان يوم جمعه يوم السبت، قال هتحرمني ان انا هلعب يوم الاثنين مع الزمالك وعايز اكسب، قال لي مش خدت الدوري؟ قلت له خدت البطوله، بس ان انا العب مع الزمالك لها طعم ثاني حتى للمدربين. صح، يعني مش موضوع ان اللاعب بس، ده اللاعب والمتفرج والاداري والطبيب وكل من ينتمي لهذا النادي في وظيفته في مهنته عايز يكسب. فقلت له انا عايز اكسب يعني البطوله الثانيه، انا خلاص خدت الدوري لكن عايز البطوله الثانيه. فالمهم جيت ثاني يوم، هو فكر، شوف العقل. قال لي يا كابتن فتحي خلاص انا سبت لك
اللعيبه. قلت له اشكرك يا كابتن صالح، ولعبنا يوميها وكسبنا 7-1. سجل الخطيب يوميها 4 جوال. 7-1؟ اه 7-1؟ 7-1 على استاد التتش. يعني ده ايه؟ اه كانوا 18 سنه و7-1 في استاد التتش، كنا خدنا البطوله زي ما خدنا البطوله كده. فالماتش البطوله الثانيه احنا كنا عاوزينها يا مسهل، فكان يوميها يعني دي بشرة خير. برضو كان الله يرحمه الكابتن جوهري، كابتن صالح قال له تعالى هفرجك على فرقه بتلعب كوره، هي دي كانت الفرقه دي. تمام. ودخل فينا اول جول كمان 1-0 للزمالك. 1-0. فدي برضو عشان تفكرنا المباراه 90 دقيقه، ويا جماعه لا نتعجل، الاكثر هدوءا الاكثر تحكم في الاعصاب هو اللي هيقدر يسيطر على نفسه. طيب. وهيسيطر على المباراه. خلينا نروح لواحد ايضا من نجوم النادي الاهلي وواحد من الاكثر اللاعبين مشاركه في لقاءات القمه، النجم الكبير كابتن وليد صلاح الدين. يا كابتن وليد ازي حضرتك، ويعني الف مبروك طبعا فوز النادي الاهلي بالبطوله رقم 41. حبيبي كابتن اسلام، تحياتي ليك وتحياتي للكابتن فتحي نصير كابتن كبير وكابتن ماهر همام حبايبي. وليد الله يخليك، طيبين وألف مليون مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن وليد. كابتن وليد، انت واحد من النجوم الكتير اللي لعبت، او النجوم الكبيره كمان اللي لعبت في مباريات كثيره للقمه. كنت لسه بتكلم مع كابتن فتحي عن اهميه لقاء القمه بعد حسم الدوري العام المصري، ايه راي حضرتك في هذا الموضوع؟ طبعا مباراه مهمه جدا، يعني جماهير النادي الاهلي ما بتقبلش من النادي الاهلي الا المكسب، ده شيء طبيعي واللعيبه عارفه كده كويس، واحنا يعني كلنا انت عارف انت وانا والكابتن فتحي والكابتن ماهر على اتصال باللعيبه، وكلهم هم مركزين جدا وعملوا مع بعض اجتماعات واتكلموا بان ازاي ينهوا الدوري بفرحه كبيره للاهلاويه، تبقى انت كمان واخد الدوري بفرق نقاط، وتبقى مبين كمان في المواجهات المباشره ان انت يعني ليدنج على نادي الزمالك وان انت تستحق الدوري، ويعني الفرحه تبقى فرحتين ونختم الموسم بمكسب كبير ان شاء الله. كابتن وليد، حضرتك كنت كابتن من كباتن النادي الاهلي، في مثل هذه الايام وفي مثل هذا التوقيت كنت دايما بتتكلم مع اللاعبين في ايه؟ يعني انت لما تبقى كابتن فريق بتقعد دايما مع اللاعبين زي ما دلوقتي مثلا حسام عاشور وشريف اكرامي وبقيه اللاعبين بيقعدوا، بيقولوا لهم ايه؟ يعني انت في مثل هذا التوقيت كنت ممكن تقول ايه؟ بص كابتن اسلام، انت عارف ان يعني مش كابتن فريق لوحده، كل اللعيبه الكبار بيبقى ليهم دور في التوقيتات دي. انا كان ليا الشرف ان انا اكون كابتن النادي الاهلي حوالي 5-6 سنين، فمر علينا مباريات قمه كتير، منها مثلا مباراه 6-1 الشهيره. انت بيبقى عندك دور، واللعيبه الكبار كمان عندهم دور مهم جدا مع كابتن الفريق. بنتكلم في حاجات كتير، بنتكلم في ان لازم وانت نازل الملعب تفكر في جماهير النادي الاهلي، لازم تفكر ان انت تسعد الملايين اللي جوه مصر وبره مصر. لازم ما ترجعش الناس دي كلها حزينه. مهم جدا ان انت تبقى عارف ان انت عندك ميراث النادي الاهلي، ميراث النادي الاهلي او ارث النادي الاهلي بيقول ان انت لازم تدخل وانت الكبير وانت القوي وانت الكبير بألقابك وببطولاتك وبجماهيرك، فلازم يبقى الثقه ثقه كبيره. مهما احنا مباراه 6-1 مثلا كانت مصر كلها مرشحه نادي الزمالك انه يكسب، وان نادي الزمالك وياما دخلنا مباريات كان نادي الزمالك كان فريق الاحلام وكان بيضم كوكبه من النجوم. لكن انت ازاي تدخل بشخصيه الاهلي؟ شخصيه الاهلي مختلفه. شخصيه الاهلي ما ينفعش لعيب يخاف، ما ينفعش لعيب يستخبى، ما ينفعش لعيب ما يطلبش الكوره. فبيبقى في اجتماعات كتير وكلها بتدور حوالين نفس المعنى. بمناسبه المباراه 6-1 يا كابتن وليد، وانا قاعد مره مع جوزيه قال انا كنت زعلان قوي من الفريق، عايزك برضو تقول للناس جوزيه كان زعلان منكم ليه في الوقت ده؟ ده قبل المباراه ولا بعدها؟ بعدها، بعد ما كسبتوا 6 يعني. بعدها ده دخل نفضنا. ليه بقى؟ دخل نفضنا، دخل يصرخ ويصوت ويزعق. يعني انت كسبان 6-1. مباراه بصراحه دلوقتي الواحد لما كبر وبطل كوره ويعني وبرضو عقله برضو كبر، فعلا يا كابتن اسلام لو تعيد المباراه دي تاني كنا ممكن نعمل تاريخ عمره ما اتعمل ولا عمره هيتعمل ولا عمرك تحلم بيه في مباراه القمه. المباراه دي فعلا كانت ممكن تبقى 8 و9 و10. انت لو تشوف كم الفرص الانفرادات اللي في 6 ياردة اللي ضايعه، لا الواحد لما بيفكر دلوقتي
هو كانت العصبيه بتاعته في كده. قال لنا انتوا عمركم ما هتلاقوا فرصه زي دي، ان انت ليه ما تجيبش السابع وليه الثامن وليه محمد فاروق مثلا مضيع فرصتين في السته يرضى؟ ما يعني مش يعني لو قولوا 100 مره هيحطوهم. ايوه وانا مضيع واحده، وخالد بيبو مضيع، ورضا مضيع يعني، وبلال مضيع يعني. بصراحه كان عنده حق يعني. لا كان عنده حق، والواحد ما بيبقاش واخد باله في الملعب ان ده تاريخ بيتكتب. يعني خالد بيبو، عايز اقول لك ان خالد بيبو في الكره الاخيره الجون الرابع بتاعه او هو السادس في المباراه، هو قطعنا، كان سيد عبد الحفيظ الكره جات له وانا جنبه وخالد بيبو بيقطع. خالد بيبو لما قطع المفروض انا كمان اكمل، فخالد الكره لما راحت له بص جنبه عايز حد تاني يجيب جون بالظبط. يعني خالد من كتر ما هو جاب اجوان فهو ايه بص جنبه، حتى هو بعد المباراه قال لي، قال انا فاكرك هتكمل عشان اعملها لك، قلت له لا هو كمل ليه، ما انا عارفك خلاص بقى. يعني الواحد تخيل بقى التاريخ لما بيجي ويتقال ان خالد بيبو اكتر واحد في التاريخ جاب اهداف مباراه واحده، وان دي مباراه الرباعيه الشهيره بتاعته، فتاريخ بيتكتب. يا رب بكره، يعني انا متوقع بكره لازم لعيبه الاهلي تحط الكلام ده في دماغها. يعني متوقع مباراه فنيه كويسه بكره يا كابتن وليد؟ جدا انا متوقع مباراه حلوه. ومتوقع ان النادي الاهلي لو اعصابه هاديه ولو لعب كوره سريعه، انا شايف ان نادي الزمالك بيفتقد لعدد من النجوم المؤثره، كهربا مؤثر، اوباما مؤثر، حاله احباط شديده عند اللعيبه. على فكره لو جبت جون بدري، لو جبت جون بدري يا كابتن اسلام وغطيته بجون تاني، مباراه ممكن تبقى حلوه قوي للنادي الاهلي. يعني لو لعبت النادي الاهلي بس يعني عايزين يقرصوا ويقرصوا جامد، ما ياخدوش المباراه انها خلاص انا هخلصها وهاخد اجازه بعد كده خمس ست ايام وخلاص وداخل على افريقيا، فيعني ما يبقوش عايزين يخلصوا المباراه وخلاص. مش يعني مباراه وتخلص تقصد يعني. ايوه لو عايزين يعملوا مباراه قويه بنتيجه قويه وبذلوا جهد كبير، يعني اظن ان شاء الله ان النادي الاهلي ممكن يكسب مكسب كويس. تمام، كويس جدا. كابتن وليد اخيرا لو عايز تقول تشكيل المباراه بكره، لو انت المدير الفني وهتحط تشكيل النادي الاهلي في مباراه بكره، هل هو نفس التشكيل؟ قول لنا. شناوي، محمد هاني، رامي ربيعه، ايمن اشرف، علي معلول، حمدي فتحي، وشكوليه، حسين الشحات يمين، ورمضان صبحي شمال، واحط صالح جمعه في القلب. التغييرة الوحيدة يعني انا من وجهة نظري صالح بدل وليد. وليد ازارو قدام. من وجهة نظري ان صالح مهم جدا، لان لما بيبقوا الاطراف صراع عنده حسين الشحات سريع جدا وبيقطع، ونادي الزمالك عنده مشكلة في الباك ليفت، عبد الله جمعه يعني بقاله فترة كبيرة ما لعبش، كبيرة يعني. وبهاء برضو عنده مشكلة، وانا شايف ان الحتة دي وخصوصا كمان مع وجود الونش كان واضحه في الجونه قوي، في مشكله ما بين الباك ليفت والسترد باك. وحسين الشحات سريع جدا، نفس الجون اللي جابه المباراه اللي فاتت، ممكن الجمله دي تقارن الجون الاولاني اللي هو الثرو باس من صالح. برافو عليك. ايوه الثرو باس بتاع صالح والناحيه الثانيه رمضان برضو عنده سرعه، وليد ازارو كمان عنده سرعه بيقطع بين السترد باكين، كل ده محتاج صالح. ووليد انا شايف ان هو لعيب كبير جدا طبعا، بس كان راجع من فتره عاية، ممكن يبقى بديل كمان وليد لما بينزل كمان بيبقى كويس. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن وليد صلاح نجم النادي الاهلي الاسبق، شكرا جزيلا وكابتن النادي الاهلي الاسبق، شكرا جزيلا كابتن وليد صلاح. لو رؤيه فنيه زي ما حضراتكم شفتوها، خلينا نطلع نشوف اهم استعدادات النادي الاهلي لهذه المباراه ونرجع نكمل مع نجومنا الكبار الكابتن فتحي نصير الكابتن ماهر همام. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن فتحي، نادي الزمالك خلال المباراتين اللي لعبهم سواء امام نادي الجونه او نادي الاسماعيلي ادى بشكل نص نص الحقيقه، في مباراه الجونه وفي مباراه الاسماعيلي ادى بشكل جيد، او يعني تقريبا ما اتفرجتش بس يعني التحليل لما قريته لقيت ان هو كاتب ان نادي الزمالك ادى بشكل جيد. من وجهه نظرك هل حسم الدوري للاهلي سيؤثر في اداء لعيبه النادي الاهلي ايجابا ام سلبا الاول؟ لا، هو حسم الدوري مش يعني دي بطوله غير بطوله، ومش هياثر على لعيبه النادي الاهلي، بالعكس هم ما عندهمش ضغوط
النقطة أو المحافظة على اللقب. فاللقب يعني احنا اتفقنا انه المحافظة على اللقب وليس الفوز باللقب. مظبوط. لأن اللقب عندنا. لو تتذكر يا كابتن إسلام واحنا هنا كنا قاعدين يوم مباراة البلاستيك. ولما لعبنا البلاستيك الودية. الودية. وأنا قلت إن تأجيل المباريات لما بعد كأس إفريقيا هيأثر هو. شكل الأهلي مش كويس كان يوم البلاستيك. وقلت برضو الأندية اللي هتلعب بما فيهم الزمالك رغم معسكر مش هيأدي كويس. الفرق هتبقى مستواها قليل لأن التوقف ده خطر. فدي معلومة. نيجي بقى للسؤال اللي بنقول عليه. هل الفرقتين يعني مثلا نادي الزمالك لما لعب ضد الجونة هو بيلعب الجونة ملاش ضغوط ملاش أي حاجة. الجونة اللي ملهاش ضغوط. الجونة ملهاش هدف. صح. هي بس بتلعب ماتش مش للشهرة. ماتش من مباريات فترات الإعداد عشان اللعيبة عايزة تثبت نفسها للمدرب الأجنبي الموجود. فطبعا رشحتها هو اللي عامل فرقة أو كوتش يوميها والخواجة بيتفرج. فده نادي الزمالك نازل تحت ضغوط ونازل عنده الثقة الزايدة ونادي الزمالك نازل فاكر نفسه اللي هو اللي قبل بطولة الدوري. يعني قبل الدوري متوقف كان حالة الزمالك أحسن من دلوقتي عشان برضو انه كل صورة. فكان التأجيل مش لصالحه. يعني كان لو لعب الجونة حتى طلب الجونة يوميها انه يتأجل كان لعب الجونة كان هيكسبها. فجات له دلوقتي فالجونة. فهو إذن هو لما بيلعب مع الجونة اللعيبة نفسها مهما هتقول لها مهما المدرب يقول لهم دي الجونة وبتاع والبطولة والدوري والكلام ده كله حاسين مين الجونة دي ولسه فرقة كانت هتقع ولسه لمين لنفسهم. فطبعا الجونة تفوقت بالروح أداء بس لازم الأداء يدعمه بالروح. فالروح ما كانتش موجودة. أما جم مع الإسماعيلي خلاص هو بعد ماتش الجونة حسوا إن الموضوع مش بتاعهم فبدأوا يتكلموا إن المقاولين هتفوت لنادي الأهلي ومش عارف الكلام ده عشان يحمس المقاولين. يحمسوا مين؟ أنت عندك القوة القاهرة، أنت عندك لعبة الدقيقة 90، أنت عندك الروح، أنت عندك روح الفانيلا الحمراء، أنت عندك اللعيبة اللي هي حست إن هذه المباراة ليست مباراة ضد في الدوري، حست إن دي مباراة بطولة الدوري أو حافظت إن إحنا عاوزين نحافظ على هذا اللقب. هيؤثر سلبا ولا إيجابا؟ دلوقتي بالنسبة للنادي الأهلي مش هيأثر سلبا ولا حاجة. الدوافع أنا دلوقتي القمة اللي وصلنا فيها يوم الأربعاء لابد ان احنا هنوصل فيها ان شاء الله يوم الحد لان المدرب في الفتره اللي احنا لعبناها دي هو في خلال الثلاث ايام دولت مش هيقدر لا لياقه ولا مهاره ولا خطه. بس هو الدور بقى هيبان بتاعه هو وكابتن سيد عبد الحفيظ والمجموعه الاعداد النفسي ان انا اخرجه من الفرح. صح. ان انا اخرجهم من الفرح اللي هم فيه. صح. وفعلا انا كنت شايف يوم ما زارهم كابتن خطيب يوم الجمعه كانت هو زي ما نقول حد الفصل اللي فات مات انتهى خلاص الدرع مضبوط. خلينا بقى نفكر في اللي جاي. خلينا في قدر فما وهو قادم. ودي فكره برضو الخطيب بصفه انه ايه كان لاعب. فاكر لما كان لاعب يا كابتن مار كان بيجمعكم لما كان في منتخب مصر كان بيجمعهم لما كان في النادي الاهلي كان بيجمعهم قبل اي ماتش قوي او قبل اي بطوله غير ما كان مدرب. دلوقتي هو جاي بالصفات كلها مسلح بالخبرات اللي خدها من لما كان في البطولات السابقه زي انه هو رئيس نادي. فعايز يقول لهم كفايه بقى ونبدا من يوم الجمعه جزء من الاعداد النفسي. النفسي يعني العزل التام والشحن. وجود الكابتن خطيب كان جزء من الاعداد النفسي. كابتن ماهر قائمه الزمالك 20 لاعب تقريبا معروفين. من وجهه نظرك قائمه قدامك؟ طيب من وجهه نظرك كيف يبدا نادي الزمالك هذه المباراه؟ هو انا بس عايز اقول ان الاعداد النفسي ده احنا تورثناه بردك من قيادات مجالس الاداره رؤساء الانديه ثم كباتن الفرق. ايوه يعني كابتن صالح سليم لما كان بيزورنا كان بيتكلم على المباراه دي ان دي مباراه قمه محتاجه الفير بلاي اللعب الجيد اللعب النظيف محدش يعترض على الحكم محدش يخرج عن السلوك محدش يخرج عن مهم جدا الكلام ده طبعا مهم جدا جدا جدا. تورث الكلام ده مع كابتن حسن حمدي وبعدين النهارده مع كابتن محمود الخطيب. فالنهارده دي جزء مهم جدا زي ما كابتن فتحي قال الاعداد النفسي ان انا اخرج اللعيبه بعد المكسب بطوله الدوري العام عندي بطوله خاصه وبطوله مفضله وبطوله ليها اهميه كمان مش اقل من البطولات اللي موجوده مباراه الاهلي والزمالك. كابتن محمود الخطيب خرج اللعيبه من حته الفرح في
الجزء الاهم ان احنا نلعب مباراه فيها فير بلاي، روح الرياضيه العاليه، نلعب مباراه نمتع بيها جمهور النادي الاهلي اللي جاي يشجعك وجاي يساندك. مهم جدا النتيجه بالنسبه لنا ان شاء الله تبقى نتيجه ايجابيه. بالنسبه لنادي الزمالك والنبي يا كابتن ماهر في النقطه دي احب استضيف اختياره اليوم. احنا لعبنا المباراه يوم الاربعاء، فانت كسبت الاربعاء سهل جدا. لو هو ما كانش هو رئيس نادي يروح في اي وقت، بس لو هو ما كانش لعيب كوره كان راح الخميس بالليل بالظبط وراح فرح معاهم او راح تاني يوم، يعني خلص الاربع راح يوم الخميس ايه يا اولاد وحمام السباحه وفرح معاهم، لكن هو سابهم يفرحوا، سابهم الاربع جمعه بقى شكرا، سابهم الخميس تعالى يوم الجمعه. فالتوقيت مهم جدا طبعا، يعني دي اللي حبيت بس نضيفها، ان الخبرات المتوارثه له كلاعب وله ككابتن مع نادي ومع منتخب، انتقاء وتختار التوقيت. ما جيش بعد وانت في وسط الفرح كده اقول له ما تفرحش، صعب ما ينفعش، لكن اسيبك تفرح حقك، لكن اجي بقى من يوم الجمعه ده اللي احنا حق النادي عليه، ده اللي احنا متعودينه يا كابتن ماهر من بالزبط. النادي الاهلي يعني طول عمرنا في النادي الاهلي انا افتكر برضو بمناسبه كابتن، وكان الكابتن خطيب نائب رئيس النادي في ذلك الوقت، كان مباراه الصفاقس، مباراه بقى انت كسبان وفي تونس وقص خلاص، طلعنا بعد المباراه قال لك كان عندنا ساعتها الدوري برضو كان مضغوط كالعاده يعني على النادي الاهلي، فسافرنا وراجعين تاني يوم عشان نلعب بعديها بيوم او بيومين حرس الحدود على ما افتكر يعني. رجع طلع الكابتن حسن والكابتن خطيب ومستر مانويل، الثلاثه قعدوا معانا قال لك يا جماعه ده مبروك الدوري، الف مبروك، وهتاخدوا مكافاتكم اللي موجوده في اللائحه وكل حاجه تمام تمام تمام. طيب هتفرحوا النهارده من بكره، بمناسبه برضو الكلام كابتن خطيب، كان كلام الكابتن خطيب ساعتها قال لك هتفرحوا النهارده من بكره ان شاء الله الكاس ده بقى في الدولاب، عندنا ماتش مهم بقى ودوري وبتاع، فخلانا برضو ايه خلاص هنفرح النهارده ماشي وبتاع، ومن بكره نفس نفس الفكره بالزبط. يعني اللي حضرتك بتتكلم فيها نادي الزمالك يا كابتن ماهر. نادي الزمالك انا بس عايز اقول ان هو اعداده لمباراه الجونه ما كانش بالاعداد الجيد، ما كانش فيه تركيز بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين، وان هو يعني حسسه ان في خطوره ان رايحين لمباراه في منتهى الصعوبه. مظبوط. الكلام ده بيحط اللعيب في تركيز، بيحط اللعيب في جو اجواء فيها تركيز بشكل كبير جدا، لان نادي الزمالك كان يهمه الثلاث نقاط. صح. لكن طبعا الاعداد الذهني ما كانش بالمستوى اللي يليق بالجهاز الفني لنادي الزمالك ولا اللاعبين، عكس النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي لما عمل معسكر في اسبانيا كان واضح قوي ان هو عنده ليه يا كابتن، ده كانوا ماسكين في خناق بعض وكلهم. لا لا ده كلام كله بس لجل بس لا والله احباط ماسكين في خناق بعض وده بيضرب ده، لكن كلها دي طبعا حاجه غريبه جدا ما لهاش اي شيء من الصح. لكن انا عايز اقول ان المباراه دي المصدر موثوق، المصدر موثوق. المباراه دي طبعا اكيد ليها اعداد ذهني لنادي الزمالك بشكل كبير جدا، وهو بيتكلم على انه خسر الدوري. هو كسب مباراة الإسماعيلي المباراة الماضية 3-1، أدوا أداء جيد. هو هيلعب ضد النادي الأهلي، هو عايز يكسب النادي الأهلي، بطولة خاصة بالنسبة له، وفي نفس الوقت عايز يقول للناس إن أنا أحق بالدوري. فطبعا هتبقى مباراة في منتهى الصعوبة، مباراة قوية بالظبط كده، إن هو عايز يبوظ الفرح اللي النادي الأهلي عاش فيه من خلال فرحته بالدوري العام. هو عنده ثبات في التشكيل، بقاله يمكن مباراتين ثلاثه بيعتمد على يمكن عماد السيد لحراسه المرمى. بالنسبه لرباعي خط الظهر عنده من ناحيه اليمين حمدي النقاز، وعنده محمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعه اللي بقاله فتره يمكن ما مش موجود في خط ده وبعدين عنده في نص الملعب، ونص الملعب عنده توازن بشكل كبير جدا بين القوه وبين المهاره وبين الخبره، ممثله في رجاني ساسي وطارق حامد. عنده الثلاثي اللي تحت راس الحربه، حصل تغييرات يمكن طبعا مش موجود كهربا ولا امابه، لكن في زيزو ناحيه اليمين، محمد ابراهيم تحت راس الحربه، ابراهيم حسن، عمر السعيد. ده التشكيل الامثل لنادي الزمالك في خلال مباراه القمه القادمه ان شاء الله. اكيد بياكد عليهم المدير الفني ان احنا محتاجين ان احنا نكسب المباراه، محتاجين ان احنا يبقى عندنا دوافع قوية، محتاجين ان احنا عندنا ثبات انفعالي، لان المباراة دي
مش عايزين تخرج عن النطاق المألوف او الفير بلاي او حتى اخر مباراه لنهايه الدوري يا اسلام بين قطبي الكره المصريه الاهلي والزمالك. كل العالم العربي والعالم الافريقي بيتفرجوا علينا بكره ان شاء الله. فاحنا عايزين نقول للناس زي ما احنا نهينا كاس الامم الافريقيه بالشكل الاداري اللي الناس كلها يعني مبسوطه وانبهار باللي حصل للتنظيم لكاس الامم الافريقيه ونهايه الجانب الفني بفوز الجزائر بالبطوله، كمان احنا بكره ان شاء الله باذن الله عايزين يعني نبعت رساله للعالم كله ان الدوري المصري اقوى الدوريات الموجوده العربيه، وان النادي الاهلي ونادي الزمالك هم عمود المنتخب القومي الفتره اللي جايه الاساسي. فنتمنى ان شاء الله باذن الله ان المباراه تروح بينا، اللي يكسب نقول له مبروك واللي يخسر نقول له الحمد لله. طيب بمناسبه كلام الكابتن فتحي عن الاساطير، عندنا اساطير كتيره جدا وعندنا ناس بالنسبه لنا في قلوب كل الاهلاويه وعمرنا ما هننساهم. تعالوا نشوف الكابتن او الاسطوره صالح سليم كان بيقول ايه للعيبه النادي الاهلي قبل مباراه الاهلي وزمالك. يا جماعه ركزوا على الحته دي، اهم حاجه في لعيب الكوره مخه، لما بتتلبس تفكيرك بيختلف، بتفكر غلط. انا بقول لك اضحك عشان تفتكر دايما انك انت مش لازم تتنرفز. ما تخليش النرفزه تخليك تبقى زيه لما يشتمك ما تردش عليه. العب جد هو حيفضل، وبعدين لما واحد بيشتمك وما تردش عليه يفضل في دماغه طول الماتش يا ترى ما ردش عليا ليه؟ هيعمل فيا ايه؟ انما لما تقول له ابوك وامك وهو يقول لك ابوك وامك خلاص انت هتفوز. لو مشيتوا على الكلام ده هتلاقيهم ثلاث اربع اجوال. خمسه كمان. اللي الحكم هيقول عليه احنا خدامين الحكام. بس لازم نلعب كويس ولازم نكسب. ولو لعبنا كويس وسيطرنا على اعصابنا هتكسبه، وهتكسبه كويس، وهتعمله ماتش كويس. وكل مره عملتوا فيها الكلام ده في الماتشين الثلاثه اللي فاتت كانت النتيجه باينه وكانت كويسه. ربنا يبارك شايف الملعب كل شويه قدامك وعندك نفس وعندك شويه صحه زياده، اعمل الحاجه اللي بعدها. ما تبتديش بالحاجه اللي بعد اللي بعدها وانت الاساسيه اساسك عملتوه. ده مهم جدا. كل واحد يعمل واجبات مركزه اولا. افرض ابراهيم رايح على الكوره بيلعب في اثنين قريبين بتنزل وواحد في نص الملعب ثلاثه قريبين منه، لازم الثلاثه دول يتوقعوا ان ابراهيم ممكن. نعم. احنا خدامين الحكام. السيطره على الاعصاب، ما تردوش على الاستفزازات. اهم ما قاله الله يرحمه كابتن صالح سليم كانه بيوجه رساله للاعبين اللي موجودين في مباراه غدا، زي الرساله اللي بعتها احد كبار المشجعين الحقيقه زي ما قلت لحضراتكم في اول الحلقه. الرساله دي بتتضمن نفس هذه الامور زي ما كابتن فتحي قال وكابتن ماهر قال، أشياء بتتوارثها الجميع أو كل الأجيال ابتداء من الجمهور، المسؤولين يا كابتن ماهر، المسؤولين يا كابتن فتحي، حضراتكم بتورثوها للي بعدكم واللي بعدكم واللي بعدكم واللي بعدكم واللي بعدكم وهكذا، بتفضل سمة موجودة في النادي الأهلي. أكيد يا كابتن إسلام، وزي ما قلنا يعني النقطة اللي بقولها كابتن صلاح، أنت لما أنت أعصابك أو هو يستفزك أو هو مثلا بيشتمك بيقول لك لفظ، مخك هيبدأ يفكر فيما هو قاله لك، فأنت هتفكر إنك ترد عليه. طيب مين اللي هيخليك تفكر؟ أنا بقول هتفكر، إذا مخك هيشتغل بيه هتنسى واجباتك اللي قالها لك المدرب. نعم. هتنسى واجباتك الخططية. أيوه. طلعك بره الجيم أو طلعك بره المباراة. الناس تقول لك هو طلع بره المباراة ليه؟ لو ما طلعش بره المباراة هو مخه طلع بره المباراة. ومخه هو اللي بيسيره. مفيش بني ادم بدون مخ. اي بني ادم عادي حتى المشاهد كده، لو انت قلت مخك ده انا هسيبه في البيت وامشي، مش ممكن هتمشي. طبعا. لازم مخك يكون معاه. فمخك هو اللي فكر. فحته الاستفزاز سواء بالشتيمه او استفزاز بالالقاب او الاستفزاز بالحركات، كل ده
عشان يخليك هتنفعل، يبقى انت بتعمل ضد نفسك، بتلغي مخك عن الفكر، فبتنسي واجباتك الخطيه وبتنسى احترام للحكم. بيجي قدام مثلا الحكم، في لعيبه تيجي لك قدام الحكم، الحكم مش شايفك، يجي ضربك، طب انت هترد عليه الضربه، يكون هو الحكم في اللحظه دي شايفك، تشربها انت حلو، تعالى مع السلامه، خد الكارت او خد اصفر ولا احمر بقى. فعشان كده احنا مع الحكام، مالناش دخل بالحكام، ومالناش هو احنا لما كسبنا الحكام، ما اللي كسبتنا مش الحكام اللي كسبتنا، اللي كسبنا ادائنا، اللي كسبنا اجتهادك طوال، واللي كسبنا مجهودنا، واللي كسبنا التزامنا بالملعب. اخر مباراه هي بدايه مباراه نادي الزمالك، اخر مباراه لعبناها تعتبر هي الاحماء او التسخين لمباراه نادي الزمالك. تمام. من ناحيه الخططيه، من ناحيه الالتزام، من ناحيه الواجبات، واحنا لما بنلتزم الفرقه اللي قدامك بتضعف. هقول حاجه كمان، الفرقه لو فقدت تركيزها سهل جدا تخسر. احنا فقدنا تركيزنا في اخر دقيقه، نسينا نفسنا وفرحنا اكتر من اللازم جوه المباراه، دخل فينا جول، دخل فينا جول الاخير، هو ده جول ما يخشش مباراه المولين، في مباراه المولين ده جول ما يخشش فينا، ما يخش في اي فرق. طب ما بقالهم 90 دقيقه ما بيلعبوا، ليه بيجي في الوقت بدل الضيع؟ لان احنا التلات اهداف فرحنا ان احنا خدنا الدوري. فلما بتفرح بتنسى واجباتك الخططيه، خلاص اللاعب اللي قدامك جري وحطها، وانت كله بيبص لبعض مع ان ده لاعب واحد اللي جري، فسهل ان احنا نعملها. رجاء دخل فينا جول ولا حاجه، احنا عندنا 90 دقيقه، صح، جبنا جول ولا هنجيب الثاني، هنجيب الثالث، خلاص ان احنا نقدر نلعب. كابتن ماهر معلش، رساله توجهها لياسر ابراهيم، محمد نجيب، ايمن اشرف، رامي ربيعه. كابتن ماهر لعب كم ماتش قمه يا كابتن؟ يعني انا لعبت لعبت في المراحل السنيه، يمكن لا اقول كبير 15 16 مثلا، 15 16 ما خدتش فيهم ولا اكتر، بتكلم على اكتر، خسرت مباراه واحده بس، تمام، فيه لكن ما خدش ولا انذار. لا ما خدش ولا انذار. نصيحتك ايه بقى للرباعي اللي هو ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، ايمن اشرف، محمد نجيب؟ طبعا بقول لهم طبعا رقم واحد في المباراه ديت ان ما يجيش فيه جول، انك انت تحاول تحافظ، ان انت تفضل قاعد طول عمرك يعني ما يجيبش، ما تاخدش انذار. ما هو يعني الانذار كان زمان عزيز قوي، وانا كنت شرس يعني، مدافع شرس كمان يعني، بخبط وبنط وبدافع يعني. مصطفى يونس وراه ويسيبه هو يخش يخبط ويلم من وراه، فده بقى اللي ممكن ياخد الانذار كده. لكن بس عمره ما خد. الله يرحمه الكابتن ابو صالح، يقول لك اللاعب اللي بدون مشاكل، كان في المنتخب مش في النادي، اللاعب اللي بدون مشاكل هو ماهر همام، سواء كان بيلعب مع الله يرحمه ابراهيم يوسف، نفس القصه، ابراهيم ورا وسايب ماهر قدام، وده داخل وكده، هو عارف مركز، انا بلعب على الكوره، عايز اجيب الكوره، استفز وهات له واشتمه واعمل كده، ماهر مش موجود، مش هنا. موجود هنا. ما بيعرفش اللغه تانية. بتاعتك انت بتشتمه بالعربي هو خواجه، بتشتمه انجليزي هو بيعرف عربي. فيعني كمل يا كابتن ماهر. فانا عايز اقول لهم يعني طبعا انا بحييهم على الاداء اللي بقدوه هذا الموسم بصراحه يعني، وعوده حميده بالنسبه لرامي، ورامي مكسب كبير جدا طبعا. من اللعيبه اللي ان شاء الله باذن الله هيفيدوا النادي الاهلي الفتره اللي جايه ومنتخب مصر. عايز اقول لهم يعني انتوا على قد ما تقدروا تحافظوا على شبكتكم، ما يخشش فيها هدف. ويمكن تمام، احنا اتعلمنا من الخواجات اللي احنا اشتغلنا معاهم، مستر ريدوكوتي كان يقول لك طول ما انا محافظ خلاص ما يجيش فيا، اقدر انا اجيب في اخر ثانيه في الدقيقه 90 اللي احنا مشهورين بيها. فكان بيقول لنا اول تعليمات لينا، حافظ على ان ما يجيش فيك هدف. ده بيدي ثقه للجميع الخطوط الثلاثه بالنسبه للمدافعين، حارس المرمى، نص الملعب، والمهاجمين. نمره اتنين، لازم ادي واجبات مركزي. انا مدافع يعني مهمتي ان انا راقب، مهمتي ان انا انقض، مهمتي ان انا اشتت، مهمتي ان انا ابعد اي خطوره توصل للشناوي. النقطة كمان الأهم، الثبات الانفعالي بالنسبة لك، إنك أنت زي ما كان صالح قال في الحوار بتاعه، إن هو ما يعصبكش وما يخرجك، وهو عايز يخرجك عن التركيز اللي أنت عليه عشان يقدر يستغل الخطأ اللي بيحصل، زي شفنا في مباراة المولين في آخر 3-4 دقايق، النظام الموجود الدفاعي بالنسبة للمدافعين، الناس سرحت، حصل سرحان، فرحت خلاص اطمنت من نتيجة المباراة، هوب دخل فيها جول. لازم العب لاخر دقيقه، لازم اعرف ان انا طول ما انا بحافظ على مرماي، طول ما نص ملعبي
بيأدي بشكل جيد. طول ما الفراوده بتاعتي هتجيب لي جول في اي وقت. عندنا ما شاء الله الاسماء كثيره بالنسبه لرمضان صبحي يقدر يجيب جول، وليد سليمان، حسين الشحات، وليد ازارو، صالح جمعه لما بينزل يقدر كمان يعمل لنا فارق بشكل كبير. كابتن فتحي، اخيرا يعني عشان دي اخر حاجه، هل بكره ممكن نشوف مفاجآت من جانب النادي الاهلي في التشكيله؟ لا يعني اصل اللعيبه صالح مكان وليد، اللعيبه وليد مكان صالح، هو اي واحد فيه هو ده اللي ممكن زي ما هو. هيعتمد على ممكن وليد في الشوط الثاني لخبرته في المباراه الكبيره، عايز واحد في نهايه المباراه يبقى هو الاكثر خبره، فاللي هو يقدر يسيطر ويقدر يلم لعبته. لكن صالح في السرعات في القوه في الاول يمكن هو بدايه، لكن هو ما فيش مفاجات، كل لعبه واضحه وكل الفريق واحد، وروح المكسب، روح المكسب في هؤلاء اللاعبين موجود، وبما فيهم البدلاء. يعني انتوا شفتوا البدلاء كان بيفرحوا وهم اللي بيخشوا يشيلوا اللاعب اللي بيسجل هدف. كابتن ماهر، في مفاجات بكره ولا لا من وجهه نظرك في تشكيل النادي الاهلي؟ لا لا خالص، الثبات ده هو اللي بيدينا الشكل وبيدينا الطمانينه وبيدينا الاداء اللي احنا شفناه في اخر مباراه المقاولين العربي. بشكرك جدا يا كابتن فتحي، شرفت ونورت. بشكرك جدا يا كابتن ماهر، شرفت ونورت. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله بكره هيكون موجودين مع حضراتكم في تمام الساعه الخامسه قبل المباراه بثلاث ساعات، هنكون موجودين مع حضراتكم. اتشرف بالتواجد مع حضراتكم هنا من خلال استوديو ملعب الاهلي من داخل استوديوهات مدينه الانتاج الاعلامي، وايضا هيكون معاكم عمر ربيع ياسين من مختار التتش، من ملعب مختار التتش، هيكون مع حضراتكم. ومفاجآت كثيرة جدا ومهمة جدا غدا في قناة النادي الأهلي زي ما وعدنا حضراتكم بعد مباراة المقاولين العرب. الحمد لله أنا بشكركم طبعا على ردود الأفعال، يعني طبعا مش أنا، كل ردود الأفعال دي من مجموعة العمل بالكامل بالكامل الحقيقة، كل اللي كانوا متواجدين عاملين شغل رائع جدا. وحضراتكم اتفرجتوا، أوعدكم إن شاء الله إن احنا خلال ثلاث ساعات قبل المباراة وإن شاء الله ثلاث ساعات أو ساعتين بعد المباراة هنعمل فيها اللي حضراتكم عايزينه وبشكل أفضل كمان بكتير قوي. فانتظرونا غدا وحلقة جديدة هامة جدا ومباراة القمة، قمة النادي الأهلي ونادي الزمالك، نادي الأهلي بطل الدوري ووصيف الدوري العام المصري، نادي الزمالك في مباراة مهمة جدا غدا إن شاء الله. بكرة هنطلع مع حضراتكم من ملعب الأهلي الساعة 5. بشكركم إن شاء الله نلتقي غدا وبكرة الساعة 5 نكون مع حضراتكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.